والايفون واسخوي واف 35 والسفن والبارجات وناطحات السواحل. هناك قرآن يعتقد ان المسلمين هذا كلام الله. ورد في القرآن ان الحمير والبغال هي زينة الحياة لكي تركبوها. إضافة على ذلك آيات القرآنية اللي موجودة من سورة البقرة والفيل والعنكبوت والنمل والنحل وإلى ما ذلك. لماذا لا يوجد بالقرآن سورة آيفون؟ لماذا لا يوجد بالقرآن سورة آيباد؟ لماذا لا يوجد بالقرآن إسخوي أو إسخوي 35 أو الوسائل الحديثة اللي موجودة الآن المسلم يتعامل بها؟ كيف المسلم ينظر إلى العصر الحديث ويعيش في العصر الحديث ويؤمن بقرآن من العصور القديمة جدا، حتى لا يحق لنا أن نقول هي العصور الوسطى، بل أقدم من الوسطى. القرآن يتكلم عن مواضيع لا تنفع في عصرنا ولا تمشي مع منوال الشباب اليوم. اليوم الشباب متعودين على التيك توك وعلى الفيسبوك وعلى تويتر وعلى الواتساب وعلى انستغرام وعلى الدردشة وعلى الكلام اللي يكون بعضهم والتواصل اللي يكون بعضهم. هناك إله الإسلام يعلمهم إذا سافرت من مدينة إلى مدينة يجوز لك أن تركب جحش، أنا آسف، مطي يعني، وتسافر بهذا المطي. وللأسف الشديد، وأنا أخجل أني أقول هذا، ويجوز للمسلم ممارسة الجنس مع الحيوان في الصحراء إذا كان وقته طويلا، وهذا ورد في الكتب الإسلامية ومنها تاريخ الطبري ومنها أيضا البداية والنهاية لابن كثير، وحدث به العلماء الأجلاء الكبار اللي يسمونهم علماء. علماء على ماذا؟ لأنهم حفظوا 10 أحاديث وثلاث آيات قرآنية ويصلي بالمسجد. سموه عالم. عالم إيش إن شاء الله خير؟ شو اللي اخترعت لنا؟ قال لك هو عالم. لا، هو مش مخترع، هو بيقرأ أحاديث النبي اللي مكتوبة. طيب العلماء فتاويهم قال لك اللواط، أنا آسف، بالحيوانات في مسير الحج لا يفسد الحج. شو يعني؟ يعني إذا سافرت من مصر إلى السعودية بحمار أو جحش أو بعير، وطبعا السفر يطول 2 أو 3 شهور وممكن يعني يطول اكثر واقل، يعني تسافر بهذا الطريق ممكن، لان ما عندك زوجه معك وانت رايح للحج، راح تحج ومشات كل امتعتك، يعني ممكن تمارس الجنس مع الحيوانات، مع الحيوان اللي هو وسيلتك النقليه، وهذا لا يفسد الحج، يعني حجك مقبول. في هذا العصر اللي أنا بتكلم عليه، العصر الحجري، كيف يريد يعيش المسلم؟ كيف ينظر إلى هذه المواضيع وهي موجودة في قلب القرآن؟ منها سور القرآن ومنها آيات كثيرة كما ورد في سورة النحل والآية 8، والخيل والبغال والحمير لكي تركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. الله خلق البغال والحمير زينة للحياة، يعني زين بها الحياة. وين الفراري؟ وين البي ام دبليو؟ وين هذه السيارات الحديثة، تويوتا ونيسان وغيرها؟ ماذا كان يوجد في زمن محمد، هل كان يكتب هذه الآية؟ إطلاقا، أبدا. إذا كان فراري واقف في باب بيت محمد، أو من السيارات، أي سيارة تعجبكم، يعني بنز، مرسيدس مثلا، يكتب هذه الآية تركبون مطي زينة الحياة؟ كان يقول تركبون فراري زينة الحياة. إذن القرآن انتهى مع العصر القديم جدا، مع العصر الحديث لا يتماشى. اليوم المسلم إذا أراد يحج من مصر ويذهب إلى دولة السعودية يحج بالسعودية، مش محتاج يركب حمار ويمارس الجنس مع الحمار ويظل 4 أشهر أو 3 أشهر بالطريق. هذا الكلام اللي أقوله قالوا الفقهاء، قالوا ابن قدامة وقالوا ابن القيم وقالوا الشافعي وقالوا عدة يعني. ممارسة اللواط مع الحيوانات لا يفسد الحج، اكتبوها، تجدون عدة أحاديث وآيات كمان، تفسير لآيات قرآنية، يعني مفهوم الآية هكذا يعكس، هكذا يفهمون المسلمين. اليوم المسلم لا يحتاج هذا. اليوم تكت وتركب بالطيارة ومبردة، وممكن تخلي لك يعني
سماعة بأذنك كمان تسمع أغاني، ولا أنت يعني راح تحج كمان تسمع قرآن عادي؟ إيش تسمع مهران يعني؟ أوكي تسمع أي شيء بيعجبك يعني، وتشرب عصير كمان، وتوصل بطيارة بخير وسلام. ماذا تعمل بهذه الآيات؟ هي آية واحدة، آيتين، ثلاثة، 400 آية في القرآن ليس صالحة في زمننا اليوم أطلاقا. لأن 400 اللي يتكلمون على الأمور القديمة جدا جدا جدا، مش آية وآيتين، 400 آية. عندك 206 آية على قتل الكفار، عندك أيضا 460 أو 462 إذا ما يخون التعبير، هي تتكلم على عذاب جهنم إذا فصل الدول ودول ودولي. يبغى عندك بس حياة محمد، كيف كان يعاشر زوجاته وكيف كان يدخل على زوجاته، والدليل على ذلك سورة الأحزاب. إذن أيضا لا تفيدك سورة الأحزاب وغيرها، حطهم على بعض. تبغى عندك آيات تشتم النسوان والمرأة وضرب المرأة، والمرأة مساوية للكلب والحمار، ولا تأتوا السفهاء أموالكم في سورة النساء والآية 5، والسفهاء هم النساء، المرأة سفيها لا تأمنها على حلالك ولا مالك. وهذه القصص بعد أنت ما أعتقد تحتاجها يعني. المرأة اليوم تدرس وتتعلم وعندها آيباد وآيفون، ومش ناقص عقل ودين صدقني يعني، ممكن تشتغل أحسن منك يعني. فهذه أيضا ما تفيد، حطها على جنب. شو بيبغى لك؟ كل شيء ما بيبغى لك بالدين. يبغى لك محمد شخصيا لكي تقدسه كان يمسح بثلاث حجرات. والرسول كان عنده ما يعدي أدلة كثيرة جدا. محمد كان عنده ماء في بيته، مش كان في صحراء كما يخيل لنا المسلم كذب. كان عنده ماء، وعنده حسب ما يدعون عنده معجزة، أصابع حنفية تطلع منهم مية يعني، يقول لك من بين أصابع الرسول كانت تطلع مية مثل الحنفيات، كان يستطيع يغسل بهم التحت يعني. كان يمسح بثلاثة حجرات، لماذا؟ هو يريد يعلمكم هكذا؟ كان يدخل الخلاء ويدخل من الخلاء ويأكل ويمص أصابعه، وهذا موجود بالحديث. دخل الخلاء رسول الله إسلامية الآن، كلها في ذيل الغائم، كلهم ما عندهم علم. أي عالم يطلع منكم شوية يرفع نفسه تجعل الفتاوى مثل المطر، كلها تكفر. مثل أحمد زويل اللي كتبوا فعل أحمد زويل على اليوتيوب، رجح بعد حي يرزق في مصر يعني. مصر راح درس وخذ جائزة نوبل وسجل اسمه بالتاريخ، ورجل تعب على نفسه، شو اللي حصل؟ عيد الكلام، شو اللي حصل؟ زوجته ما بعرف ايش قالوا عليها، بنته فلانة وعمته فلانة وخالته فلانة، وهو يهودي صهيوني متصهين جاسوس، والفتاوى عليه بالتكفير، كافر يدخل النار. ليش؟ شقل عقله. لأن في آية قرآنية، في آية قرآنية تقول لك من يفكر هو كافر. المسلمين ماشيين على القرآن، لماذا دولكم متخلفة؟ لماذا أنتم في ذيل الغائمة؟ الأسباب هي الأسباب دينية،
مش ممكن يعني، مش صدفة 60 دولة ولا دولة منكم عندها منتج. يعني هل في سيارة بالعالم موجودة صناعة دبي مثلا؟ هل في سيارة موجودة صناعة المملكة العربية السعودية؟ ما في. وكل الدول في صناعة مثل آيفون اسمها صناعة السودان، مش آيفون تليفون وخلاص، مش عايزين آيفون موبايل يعني. في ما في، كل منتجاتكم غربية. ليش؟ لأن كفرتوا علماءكم. ابن سينا كفرتوه، ابن بطوطة كفرتوه، ابن الهيثم شويتوا بالنار، أكلتوا لحمه. العلماء أعطوا فتوى يجوز أكل لحمه. خروف قال لك يجوز أكل لحمه. ليش؟ لأن زنديق فكر. فالمسلم مع العصر الحديث لا يمشي، لا يتماشى. مش المسلم، أنا بتكلم على الشخص، لا إطلاقا. الله خلقك على صورة الله، أنت إنسان، الله خلقك في أحسن صورة، تستطيع تفكر وتستطيع تعلم، بس بعيد عن الإسلام. ما زلت مسلم لا تستطيع. أحمد زويل طلعوا هاي الفتاوى عليه كلها، قال هو ما يصلي. هو ما بيصلي، ما بيصلي يعني، ما يقول بالصلاة أنا عطلع اليهود والنصارى. هو ممتنع عن شتم جار اليهودي، مش أنا اللي أقول، سورة الفاتحة. هو هذا الرجال ما بيصلي، العلماء عرفوا أنه ما بيصلي كفروا. نسوا العلم يعني، مش دولة احنا محترمين وما لنا دعوة. رجال هو الحمد مع أهل مسلمة ومسلم، خلاص أهل مسلمين، هو مسلم راح يدخل. أنت شو اعتقادك بالله؟ طويل ولا عريض؟ يأكل ولا يشرب؟ هو أنت كافر، شلكم دعوة بالغصة. مسلم محتضنون الحمد لله، مسلم طلع عالم وتمتازون به. عندكم لاعب كرة قدم ثاني أحمد صلاح، مصري كمان، لعب في الأندية الأجنبية الغربية والأوروبية وتفوق جدا، ولاعب محترم. شو اللي حصل؟ في صورة مصورها، صور صورة مع لاعب أمريكي وفي شجرة كريسمس طالعة بالصورة وراهم، قالوا عنه كافر وزنديق ويدخل رجال على، أنا آسف يعني، دخل رجال على زوجته طبعا بدون دليل. علماء هيك، وتعرفون زوجته تم هيك الكلام يعني. المرأة محجبة على فكرة، زوجته يعني كما مبين بالصورة، عنده صورة معها داخل مصر، المرأة محجبة يعني. قال لك يدخل رجال على زوجته نص الليل. العلماء غروا عليه تكفير محمد صلاح على اليوتيوب كله تجدونه. ما نعرف نحتضن واحد ونقول الحمد لله طلع لاعب من عندنا متفوق رجال مسلم، بعد شنو ندعو بيصلي ما يصلي يروح للجامع؟ ايش دخل بوسطك؟ ايش دخل؟ انا اقول لكم ايش دخل، لان الرسول علمهم التخلف، والتخلف اللي الان نتكلم به هو هذا. هو قال لك لازم يركبوا حمار، كيف يركب سياره هذه يركبوا حمار؟ طيب انتم ركبوا حمير يا مشايخ المسلمين. كل هذه الفتاوى والتكفيرات خلت بلادكم متخلفه. فاليوم نتكلم في هذه الحلقه المهمه جدا من برنامجكم الحوار العقلاني، الاسلام والعصر الحديث، كيف تعيشون بعصر الحديث مع تخلف محمد رسول الله. الرب يبارك حياتكم ويعطيكم الصحة والسلامة. كبسونا على الشاشة وشاركونا الحلقة مع الآخرين، وأيضا هذه الحلقة تأتيكم من شاشة قناة الآرامية، هي موجودة على التيك توك وموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى. هذه الحلقة من إعداد أخونا حسين العراقي، وحسين العراقي هو مسلم سابق يتبع الرب يسوع المسيح وباحث في الدين الإسلامي وكاتب أيضا. أخوي حسين حبيبي سلام ونعم لك، والرب يبارك حياتك. نعمك كريم، الرب يبارك حياتك والرب يباركك. كيف حالك؟ افتح لي كاميرتك وتفضل يعني المايك معك. كريم تكلم هسه جايك. اوكي حاضر. يلا حبايبي كبسونا على الشاشه وشاركونا الحلقه مع الاخرين، هذه الحلقه مهمه جدا جدا جدا، تاتيكم من استديوهات قناه الاراميه الفضائيه. احنا موجودين على التيك توك الان معكم، كبسونا على الشاشه. الاخوه اللي موجودين على اليوتيوب شاركوا الحلقه مع الاخرين. الأخوة اللي موجودين على الفيسبوك يتابعونا أيضا، تشاركوا الحلقة مع الآخرين وعملوا إعجاب وعملوا تعليق للحلقة. إذا عندكم أي سؤال، إذا أي شخص من الأخوة المسلمين يريد يعرف الرب يسوع المسيح، أمامك قناة الآرامية موجودة على التيك توك على اليوتيوب على الفيسبوك، بأي مكان تجد قناة الآرامية أي بي أنسات تقدر تكتب رسالة. وإذا أنت موجود على التيك توك تقدر تواصل مع صفحة قناة الآرامية الرسمية. وإذا أيضا تحب تتواصل معي أنا تحت أمرك، والأخ حسين أيضا تحت أمرك. احنا كل هدفنا نوصل لكم رسالة الرب يسوع المسيح اللي كان موجود قبل محمد ب600 سنة،
ولكن لم يستخدم أعمال محمد، يعني أقدم المفروض يكون أكثر تخلف ولكن لم يكن هكذا. حتى الصور المسيحية وتلاميذ المسيح اللي موجودة أمامي ناس راقين جدا وكأنهم مهندسين. فكرة المسيحية هذه، طبعا هذه الصورة تشبيه، لا توجد هناك كاميرات، ولكن رسموها حسب الإنجيل، كيف كان الإنجيل يقول وكيف كان الإنجيل يعلم، والتاريخ أيضا هكذا. محمد حفاة عراة ليس لهم ماء يمسحون بحجر، هذا تعمد محمد يخليكم متخلفين. قبل المسيح أيضا إذا رجعت ب3000 سنة، خلينا أخذك برحلة طويلة في زمن موسى، لم نجد واحد يمسح بحجر، لم نجد واحد يأكل ويروح للحمام ولم يمس ماء، لم نجد آية بالتوراة أو بالإنجيل تقول لك الله خلق المطي زينة للحياة. المطي مش زينة، المطي لو عندك مطي ببيتكم، أنا عشت هذه الحياة وشفت الريفية، لو عندك مطي ببيتكم لازم تبعد بعيد عنه، ما تقدر توطن الريحة، أنت مجبور تركبه، شو تمطي حياتك، أنت مجنون؟ هاي السيارات اللي مريحة والمكيفة تعوفها وتركب مطي. حبيب حسين تفضل أخوي المايك معك. حبيبي إذا تسمح لي قبل حسين عندي مداخلة حتى أنزل أنا، إذا يسمح لي أبو علاوي. نريدك معنا أخوي عراقي، ليش تنزل؟ حبيبي تسلم، موجود تمام، تفضل حسين. تفضل أخوي، لا خليه من أخوك. خليه معنا الرجال من. تمام. أنا ميود أكبس، كمل حسوني، كمل حبيبي. خليه معنا صديقنا وكبس والمشاهدين يجون، يلا حبايبي كبس على الشاشة وشاركونا الحلقة مع الآخرين. أخوانا وأخواتي، لابد من الحاجة إلى المنطق في هذا الموضوع. قضية معقدة جدا، الإسلام وعصر الحداثة، أمر معقد جدا، لابد أن يحكم الإنسان المنطق. والمنطق يعني هو تصحيح الأفكار، أن تفكر بالطريقة الصحيحة، هو لا يساعدك أن تكون تفكر ولكنه يرشدك كيف تفكر بالطريقة السليمة، وإذا فكرت بالطريقة السليمة بعد ذلك يتصحح الأفكار عندك، وعندما تصح الأفكار تتصحح الاعتقادات. طبعا هذا لا يلزم أن كل إنسان يعرف المنطق أو يفهم بالمنطق راح يفكر بسليمة صحيحة أو بطريقة سليمة صحيحة، ولكن علينا أن نهتم بالأمور العقلية. تفضل الأخ كريم وتناول قضية مهمة جدا، تكفيرهم للمنطقيين وتكفيرهم للعلماء ويسموهم الزنادقة ويسموهم كفار ويسموهم كذا وكذا، أليس كذلك؟ أكيد. لماذا القضية في الإسلام هكذا؟ لأن الإسلام لا يعتمد على منطق أصلا. المنطق يقول المرأة والرجل متساويان في هذه الحياة. لا تنسى حديث من تمنطق تزندق. أحسنت. إضافة المنطق يقول أنه في ذلك الزمان وفي تلك البيئة المرأة تحتاج، البيئة الفقيرة المرأة تحتاج الأموال أكثر من الرجل، ليش؟ لأنه هي عرضة للانتهاز، هي عرضة للاستغلال، من الممكن أن تستغل من أصحاب النفوس السيئة، ولا زالت إلى الآن في الدول العربية، فتحتاج إلى المال لكي لا تكون بحاجة هؤلاء حتى تقضي على الشر والفساد وأصحاب الطمع الآخر. لكن بالإسلام لم يفعل هذا، الإسلام دمر المنظومة الخلقية للبشر، منظومة الأخلاقية للبشر الإسلام حاول تطميسه، جعل المرأة سلعة. مثلا جابر بن عبد الله الأنصاري يقول كنا نتمتع على عهد رسول الله بقبضة من التمر والطحين الدقيق على عهد رسول الله وأبي بكر حتى نهى عنها عمر، يعني عمر هو اللي عنده أخلاق وشرف أكثر من الله ورسوله وقضى على متعة النساء، ولكن إله الإسلام ومحمد صحابته كانوا يستغلون شرف النسوان بقبضة من التمر وقبضة من الطحين، ولهذا السبب كانوا يعطون المرأة قليل من الميراث للذكر حظ الأنثيين، وهذا مخالف. حسن أسألك بسؤال بسيط ومهم جدا، يعني ما بدي ما رد عندي على الفكرة، المرأة اللي يعطونها قبضة تمر ومارسون معها الجنس هي امرأة سيئة ولا جوعانة؟ لا جوعانة. تفضل. أحسنت. إذا القضية المرأة التي تمارس الجنس مقابل قبضة من التمر هذه جوعانة فهي مضطرة. طيب أنت يا الرسول
إذا تعرف كانت النساء إلى هذه الدرجة تبيع شرفها على مود قبضة التمر والطحين، مو المفروض أقل شيء تخلي ميراث الرجل مساوي لميراث المرأة؟ كيف تنتقص من ميراث المرأة وتقول للذكر حظ الأنثيين؟ إذا المرأة كانت تبيع شرفها مقابل قبضة التمر، فكيف أنت تخلي ميراث الرجل أكثر؟ إذا أنت من جعلت المرأة تبيع شرفها ومنعها من العمل. ومنعتها من العمل، قال المرأة لا يجب، في شفت حديث يقول يجب خير المرأة تموت جوع ولا تخالط الرجال ولا تطلع من البيت يستشرف الشيطان أبدا. تمام، فالقضية أنت لماذا إذا كانت المرأة لابد أن تكون متساوية للرجل من ناحية الميراث ومن كل النواحي، والهدف ماذا؟ الهدف حتى شهادتها، شهادتها لا، احنا لا نحكي من ناحية المال، القضية لماذا جعلتها هكذا؟ لماذا جعلت ميراثها أقل؟ المال لا تأخذ، ما هو الهدف وراء ذلك؟ الهدف وراء ذلك حتى يستغل شرفها بقبضة التمر وقبضة الطحين. هل هذه أخلاق نبي من عند الله؟ طيب لو طبقنا هذا الآن في عصر الحداثة، هل يقبلها مسلم على بنته، على زوجته، على أخته، على أمه، على أي إنسانة، أقاربه، جيرانه، على أي إنسانة يقبلها أنها تبيع شرفها مقابل الأموال، تبيع شرفها مقابل تمر قبض التمر وقبض الطحين؟ هل هذا مقبول في دينكم؟ راح تقول ما مقبول. لماذا كان محمد يفعله؟ هل دين محمد يوافق عصر الحداثة؟ ولماذا محمد أعطى المرأة مال قليل من ناحية الميراث؟ قال لا ترث مثل الرجل بل قليل، أنت تعلم أنها كانت في حاجة للمال أكثر، لأنه هو وأصحابه يريدون انتهاز المرأة وانتهاك عرضها مقابل الأموال مقابل قبض التمر. يعني المرأة ما يعطيها مثلا لما يأخذها متعة ما يعطيها مصرف مال شهر، لا، على قد الحاجة، على قد ليلة قبض التمر حتى باكر هم تجي. انظر إلى خسة محمد ودينه، انظر إلى نجاسة محمد وأصحابه. ركز كريم، قبضة من التمر ما يعطيها مصرف مال شهر مثلا حتى بعد ما تشتغل متعة، لا، حتى تجي ثاني يوم. انظر إلى شر هذا الرجل وهم يزعمون أنه نبي من عند الله. تفضل أخي، أنا أسف، هذه النقطة الأولى. شكرا أخوي حسين لهذا العرض وهذه مقدمة. أخوي عراقي حبيبي تفضل، مايك معك. نعم، شكرا أخوي كريم، جبتها على التكفير، أن هم هسه التكفير مالتهم مو بس بالكلام حتى بالفعل، لدرجة هاي الحادثة اللي صارت قبل 3-4 أيام مدينة زولجن شمال ألمانيا. طبعا هو مسكوه أول مبارحة، سوري من دير الزور، تحياتنا لكل أصدقائنا السوريين. طبعا طلع سوري من دير الزور، فشلون لزمه؟ هو كتل 3 وجرح 8، واحد من 8 المجروحين مسك الشرطة وقالهم تعالوا يا شرطة، أنا هذا عرفة، هذا يصلي معانا بالجامع. طلع المجروح هم مسلم، يعني هو بس مجرد يريد يسوي هذا الفعل الشنيع، شو ما يكون قدامه. يعني مو بس يكفرون المسلم اللي هو ابن دينهم ومن دينهم وهذه، لأنهم سوي أشياء تنافي تعاليم الدين، صاروا حتى ويا ما يطعنون الطعن الناس بالوسع، يطعنون المسلمين مع الألمان مع الأوروبيين مع الناس اللي يمهم. يعني مو بس كلام، صار حتى أفعالهم شنيعة وقامت تأذي كل الموجودين، حتى يعني المسلم الإنساني. إحنا نقول عليه أكو مسلمين نشوفهم لايفاتكم كريم أو لايف أخونا حسين، يجون يتناقشون ويحشون، وهذه هذول بالنسبة لهم يعني يعتبر همنا هدف. يعني لما يقعد يناقشك بعقلانية ويقول لك كريم صح كلامك، أنت كلامك كله ده يجيبه من الكتب، المسلم الثاني ده يشوفه واحد زنديق وكافر لأنه مقتنع بكلامك وشايف كلامك كله صحيح، وهذا الواقع، كلامكم كله صحيح. يعني هذا مع الأسف يعني لمسنا بالتيك توك وبالسوشيال ميديا وحتى بالواقع، يعني هذا الشيء ما
بس هاي مداخلتي يعني، وشكرا. شكرا جزيلا، شكرا. وبالفعل هذا ما حصل وهذا ما هو موجود. تاريخ الإسلامي ومبادئ الإسلامية كفروا كل العلماء. عندي فيديو، أنا ممكن أعرض لكم الفيديو علشان تعرفون. هذا الفيديو أعتقد راح يعجبكم جدا، فيديو مهم جدا. شوفوا المسلمين كيف حاولوا مع من أراد أن ينقذهم. في ناس أرادوا ينقذون المسلمين، دول الناس لليوم موجودين. على فكرة في بعض الدول ما زالت حد الآن، بس مش دول إسلامية، دول غير إسلامية تتكي على علمهم، ولو كان علمهم بسيط في ذلك الوقت القديم، بس علمهم كانت حد الآن في بعض كتب وبعض مقالات وبعض الناس تستشهد بأغوالهم، قالوا هكذا وقالوا هكذا. هم ناس مثقفين جدا. للأسف الشديد اللي هم مسلمين، الإسلام لم يحتضن هؤلاء وكفر هؤلاء وزندق هؤلاء. راح أعطيك المصادر، هذا الفيديو راح أعطيك به المصادر وأعطيك كل الحكايات، بس أعتقد تعطيني من وقتك. نسمع بس أقل من دقيقة يعني لكي نسمع الفيديو. لا مش هذا الفيديو، أنا غلطت في الفيديو، هو فيديو آخر. شباب دعم وتكبيس اللايف. سمعكم هذا الفيديو علشان تعرفون احنا المسلم لماذا تخلف، ما هو سبب تخلف المسلمين. لأن سبب تخلف المسلمين يرجع إلى الدين نفسه وليس للدول الإسلامية. لا، الدول الإسلامية هي زيها أي دولة تانية. المسلم عقله زيها زي أي شخص آخر. المسلم إذا طلع من غوغات الإسلام وطلع من كلمة حلال وحرام وطلع من تقديس النبي وطلع من اعتقاد أن القرآن من الله وطلع من فكرة سب اليهود والنصارى في القرآن وطلع من كره الناس الآخرين وطلع من فكرة المؤامرة، العالم كله يتآمر علينا، يريد يقضى علينا. أنتم إيش عندكم؟ يعني هو يقضى عليك ليش؟ يعني غيران منك، غيران إيش عندك إن شاء الله؟ ولا شيء، العالم ما تغار منك ولا حد مطال. هاي الفكرة كلها لازم على جنب وتشغل عقلك. العقل موجود بس أنت ما تستخدمه. لو شغلت عقلك ممكن تصير منتج، ممكن تصير عالم صناعة مش عالم دين. لا، ممكن تصير عالم، ممكن تصير مخترع طبيعي. وعلماء المسلمين أنشأوا في علماء حقيقيين، مش علماء الدين، لا، علماء حقيقيين نشأتهم في الإسلام كانت. بس شو اللي حصل لهم؟ مين هم؟ من أساميهم؟ شو هو تاريخهم؟ ماذا قالوا عنهم كبار علماء المسلمين؟ عباقرة المسلمين، هل فعلا كانوا مسلمين؟ لا شك أن إسهام الأمة الإسلامية حاليا في الإرث الحضاري للبشرية شحيح لدرجة أنه يكاد لا يذكر، سواء على المستوى العلمي أو الفلسفي أو الأدبي. ومن المؤكد أنك لن تذكر هذا أمام مسلم إلا وسوف يحدثك عن أمجاد أجداده ومدى إسهامهم في مختلف العلوم، كما أقحمت أسماؤهم في دروس التاريخ والرياضيات والعلوم. غير أنه من المؤكد أننا لم نعرف عنهم كل شيء، مثل أفكارهم المعادية للدين أو العواقب الوخيمة التي لاقوها كنتيجة لتلك الأفكار. والآن لنتعرف على أبرز هؤلاء العباقرة وإنجازاتهم وأفكارهم المثيرة للجدل. ابن سينا من أبرز الحكماء في الطب في التاريخ العربي، بالإضافة لتميزه في علم الفلسفة. لقد تم تكفيره من قبل مشايخ عصره لإنكاره لمعجزات الأنبياء وإنكاره للملائكة والجن، وادعائه بأن الجنة والنار ما هي إلا بدع من خيال الأنبياء، ولقب بخليفة الشيطان، وقيل عنه كافر بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر، من كتاب المنقذ من الضلال لأبو حامد الغزالي وكتاب البداية والنهاية لابن كثير. ابن رشد من رواد الطب والفلسفة والرياضيات، بسبب آرائه المعادية للدين تم نفيه إلى المغرب ومنعت أعماله وأحرقت كتبه، كما وقد أصدر مرسوم بحقه يمنعه من العمل بالفلسفة. وقيل عنه ضال وملحد، ويقول بأن الأنبياء يخيل للناس خلاف الواقع وينكر البعث، من كتاب درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية وكتاب سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي.
الرازي يعتبر من أعظم الأطباء العرب وممن درسوا الرياضيات والفلسفة، بالإضافة إلى ذلك فقد انتقد الأديان والإعجاز العلمية في القرآن، وقيل عنه من كبار الزنادقة الملاحدة، وهو يفوق كفر الفلاسفة القائلين بقدم الأفلاك من كتاب درء تعارض العقل والنقل. الجاحظ واحد من أهم الأدباء في التاريخ العربي، وقام بتأليف العديد من الكتب المعروفة مثل البخلاء، وذكر عنه في كتاب البداية والنهاية. كان سيء المخبر، رديء الاعتقاد، تنسب إليه البدع والضلالات. حكى الخطيب بسنده أنه كان لا يصلي ورمي بالزندقة. الفارابي بالإضافة إلى دراسته للطب والفلسفة وتعمقه بهما، فقد عرف بإنكاره ليوم القيامة وقيام الأرواح حينها، وأيضاً أنكر علم الله بكل شيء، ونشر مقالات عدة في إنكار البعث، وتبنى فكرة بأن الكون أزلي وليس مخلوق. ابن المقفع اتهمه مشايخ عصره بأنه زنديق وكافر، ثم قتله سفيان بن معاوية حيث قام بصلبه وتقطيع لحمه قطعة قطعة وشيها بالنار حتى مات، من كتاب البداية والنهاية. عمر الخيام كان من أعظم الشعراء والفلاسفة في عصره، بالإضافة لكونه عالم رياضيات، وهنا سنذكر واحدا من أهم الأبيات الشعرية التي نظمها عمر الخيام. إلهي قل لي من خلا من خطيئة، وكيف ترى عاش البريء من الذنب؟ إذا كنت تجزي مني بمثله، فما الفرق بيني وبينك يا ربي؟ أبو العلاء المعري كان شاعراً معروفاً جداً، وربوبياً يؤمن بإله خالق للكون، ولكنه سخر من فكرة وجود إله الأديان، وانتقد هذه الفكرة بوضوح ضمن أشعاره التي نظمها، نذكر منها: قد ترامت إلى الفساد البرايا، واستوت في الضلالة الأديان. فلا تحسبوا مقال الرسل حقا، ولكن قول زور سطروه. وكان الناس في يمن رغيد، فجاءوا بالمحال فكدروه. دين وكفر وأنباء تقصوا، وفرقان وتوراة وإنجيل. بشار بن برد كان من أحد أهم شعراء العصر آنذاك، وقد اتهم بالكفر والزندقة، فأمر الخليفة العباسي المهدي بجلده بعد أن هجاه بشعره، ومات تحت ضربات الصوت. أبو عبد الله حسين بن منصور الحلاج كان من أبرز الفلاسفة في عصره، ولقب بالحلاج لأنه قيل عنه أنه يعرف ما في قلب الشخص من خلال كلامه. تمت محاكمته من قبل الخليفة العباسي المقتدر بالله بتهمة الإلحاد والزندقة، وتم جلده وتقطيع أطرافه، وتلاها قطع رأسه ثم حرق جثته، وتم أخذ ما تبقى من جثته إلى بغداد حيث تم دفنه. ابن الراوندي كان فيلسوفا كبيرا، شارك في مناظرات ضد الدين، وأنكر النبوة والمعجزات، وسخر من العقيدة الإسلامية، ألف العديد من الكتب التي تشكك بالدين والتي تم إحراقها. لم تقتصر أفعال الخلفاء الراشدين أو مشايخ العصر على العلماء الذين سبق ذكرهم، بل قد تطول القائمة وتطول. وقد يفاجئك بأن التاريخ الإسلامي مليء بأمثالهم من العلماء الذين تم تكفيرهم واتهامهم بالزندقة والكفر، ونذكر منهم ابن حيان والخوارزمي والكندي وعباس بن فرناس واليعقوبي وابن الهيثم وابن بطوطة وابن باجة والمسعودي. والغائمة طويلة وطويلة وطويلة وما راح تخلص. أنا خليتك بس الفيديو يعني قدمت لكم بدون مقدمة علشان يعطيكم هذه. بغيتكم عالم مسلم ثاني؟ فيه يعني غير دول ذكرناهم فيه؟ ما في. هم دول هم العلماء وعددهم مش قليل، عدد كبير جدا. هل في أمة تكفر علماءها؟ ابن بطوطة شنكر؟ قال لك حمار ما يطير. أنا ما شفت بعمر حمار يطير. قال له هو ما تؤمن بالنبي، طار على حمار، شلون ما تؤمن النبي يطير؟ قال أبويا ماكو حمار يطير. رجال مسلم ويصلي وعالم فلك وعالم مش عارف مين وعالم قصص روايات وشاعر ومعروف. سألوا هل تؤمن في حمار عنده جناحات يطير؟ قال لهم لا، ما شايف ولا يوجد. قالوا له أنت كافر، وحرقوه وحطوه على الصليب صلبوه، وبعد ما مات نزلوا قطعوا جثته وشوه بالنار. هل في أمة تكفر علماءها؟ نعم. كيف تشؤون بلاد إذا علماءكم كفرتوهم؟
والمرأة اضطهدتوها، والطفلة الآن تناقشون بالعراق نزوجها ولا بعدنا 9 سنين، وتسألون احنا ليش متخلفين. كل هؤلاء العلماء اللي سمعتوهم قصتهم مع الدين وليس مع شيء آخر، الدين واقف لهم ماسكهم منه، عالم مسلم من عائلة مسلمة احتضنا واهلا وسهلا بك. عندنا علماء مسيحيين ويهود كثيرين جدا في التاريخ، وعلى حصلوا على جائزة نوبل. هل في مسيحي يوم من الايام راح دق بابهم انت تؤمن هيك ولا تؤمن هيك؟ ما ندري، هو مسيحي اعلى عيننا وعلى راسنا ونمتاز به، وعلم افاد البشرية ونمتاز بهذا العلم. بعد السئل على عقائد تؤمن بهيك ولا ما تؤمن، انت جيت كفرة بعد تروح ليش تسوي؟ هو دق الباب عليك يعني اجى الكنيستك؟ لا ما اجى. طيب اجى المسجدك هذا العالم؟ ما اجى. تروح على ابن بطوطة تؤمن حمار يطير؟ قال بابا ماكو حمار يطير. قال تنكر النبي اذا خلينا نصلبك ونقطع الجسم. وكلهم هكذا، ابن سينا وابن المغفع والراوندي وعباس بن فرناس. عباس بن فرناس تخيل، شوف بس شوف عقليه المسلم المتخلفه منين جاءت، من الدين نفسه. مش المسلم مش متخلف، المسلم انسان ممكن يفكر ممكن يبدع. حبيبي مرتوث كيف حالك؟ يا رب تكون بخير. اهلا وسهلا اخويا الياس. فكل الحكايه هي الدين، الدين دين كارثه، الدين مشكله. عباس بن فرناس صعد على جبل، سوى له جناحات، الغى نفسه من فوق الجبل، راد يطير، حاول الطيران، طاح وتكسر. ما ماتوا بالطيران، طاح وتكسر. اليونانيين عندما سمعوا هاي القصه جابوا ورقه وقلم وبداوا يسالوه، هل ممكن انسان يطير قبل الطيارات؟ ماكو طيارات ذاك الوقت. هل ممكن انسان يطير؟ هل ممكن نطور هذه الفكره ويطير؟ هذا اللي طار كم متر طار وطاح؟ هل الجناحات كانت تشيله؟ بداوا يفكرون. جاوبهم هناك اليابانيين، قال لهم ممكن يطير عادي، ممكن يطير الانسان، واحنا نطور الفكره بس بشرط الجناحات تكون اكبر، وزن الانسان يكون مش اثقل من الجناحات، لازم يكون شويه اخفف من الجناحات علشان الجناحات ترفعه. والناس تفكر، الدول الثانيه المسلمين كمان يفكرون. سيلو بن باز يا فضيلة الشيخ، قالوا نعم. قالوا له هذا كافر ولا منتحر؟ منتحر ولا شهيد؟ عباس بن فرناس من فوق طاح الجبل ومات، هو ما مات بس مات بعدها. قالوا له هذا منتحر ولا شهيد؟ المنتحر مخالف للدين والشهيد بالجنة، غصة غصة الدين. منتحر ولا شهيد؟ يا با رجل حاول وما صح. شوفوا العمل اللي عمله. فأمة متخلفة جدا جدا بالعصر القديم جدا. اليوم العصر الحداثة، لكل رسالة، كل مسلم، كل شاب مسلم عليك أن تترك الإسلام فورا، أم ترجع للعصر الحديث الحجري وتركب الحمار والبغاء. تفضل حبيب حسين، أنا آسف طولت. لا كان بالعكس، كلامك جدا رائع صدقني. أنا يعني دا أسمع لك، إحنا شو نريد؟ إحنا نريد نفس الأفكار تنحكي. أنت جاي تحكي الحكي اللي أنا أريده، أكون أنا فرحان وسعيد إني أسمع هذا الكلام. شوف أخ كريم، مهم جدا إنك شاركت هذا الموضوع وأشكرك جدا، ربي يباركك. دائما يعني تقول حسين معد الحلقة وأنت تتكفل كل شيء، أشكرك. الأمر مهم أخ كريم. شوف أنت مثل ما قلت في البداية، البلاد الموجودة الآن مثل أي بلاد. شوف البلاد مثل العراق، فيه تمت اكتشاف الكتابة، فيه القوانين. بلاد فارس اكتشفوا قانون الإرساليات وقانون البريد كيف يتم. الاكتشافات عظيمة في هذه البلاد. وين والآشوريين اخترعوا يا أنا دحشيك من أقولك العراق يعني هو سكانه ما بي... الإمبراطورية الآشورية واللي البابلية وراها والسومرية، دول أصحاب فضل على العالم. أنا لما أقول لك العراق يعني أقصد به هم كل سكانه. إضافة عندك بلاد فارس، عندك هذه مصر البلد العظيم، بلد التاريخ والحضارة والعظمة. كل هذه البلاد من عندها بدأت التاريخ بدون انتقاص لأي بلاد الآن اللي هي متحضرة متطورة كأوروبا وكأمريكا والصين واليابان وكل هذه البلاد والروس وغيره. مع احترامي جدا لكل علمائهم ومثقفيهم، لكن من هناك بدأت شرارة العلم، من الشرق الأوسط بدأ التطور. لكن من الذي طرأ على هذه البلاد والذي جعلها تكون متخلفة ومتدنية إلى هذا الحال؟ أليس هذا الدين؟
رسول. ما الذي جريناه من الإسلام حينما حكم الإسلام غير الشقاق والتفرقة والنفاق بين أمته؟ ألم يقتل بعضهم بعضا؟ ألم يذبح بعضهم بعضا؟ في قضية الكريم في يوم ما دخل المسلمون العراق، لاحظ يعني أنت مثلا شوف دخل مصر كان عبد الله بن أبي السرح، بعدين تآمروا على قتل عثمان، بالعراق دخل علي بن أبي طالب، وبعدين صارت الحروب، قتلوا الحسين وقتلوا هناك، صارت هذا البلد تحول من قضية علمية إلى قضية ثارات عشائرية، حولوا السكان، قاموا الكريم كانوا شنو؟ أكو ناس مو كلها علماء ولا كلها فاهمة، أكو هذا اللي جبروهم على الإسلام بالسيف، أكو قنعوهم بفلوس، أكو زوجون نسوان، فاهم علي يا كريم؟ فكانوا يشرون ذمم وكانوا يفعلون ما يفعلون، أدلجوا الناس، استخدموا العالم بالحروب إلى أن تغير الواقع في البلاد هذه، تغير الواقع في هذه البلاد فتدمرت. الناس توقفوا من العلم إلى ماذا؟ توقفوا من العلم إلى الثارات والحروب واقتتالات وثورات وحروب. لكن مع ذلك وجد من العلماء ما وجد في هذه البلاد، ظهر علماء، ظهر مثقفين، ولكن أيضا قوبلوا بالعنف، قوبلوا بالتكفير، قوبلوا بالقتل، لأن هذا الدين يريد يشجع الناس على الاقتتال، يشجع على الموت، يشجع على التذابح والتقاتل، ولا يشجع على التخلف كمان، على التخلف، لا يشجع على التقدم. يعني اسأل مثلا، أنت ذاك اليوم شفتك يقول فيديو عباس بن فرناس، الناس تداولت كيف طار، كيف الطريقة، العلماء يداولون كيف طار، كيف حاول يطير، بينما علماء المسلمين يقول هل هو مسلم لو كافر، هل هو منتحر أم غير منتحر. انظر إلى تناءة تفكيرهم، يعني جنة ونار قصة محمد هم. انظر إلى سذاجة عقولهم، هؤلاء يدمرون البشرية. إيران الآن بالعصر الحديث، إيران تحاول أن تتطور، تحاول أن تبني، تحاول أن تعمر، ولكن لكن الشعوب الأخرى تجعلهم مثل ما تقول بنك، تصرف منهم وتجعلهم متخلفين، يعني يريدون العلم فقط يحصر في ناحية مصلحة الدين وليس في مصلحة الناس، يريدون فقط أن هم يستفيد الدين من هذه الناحية، لا يستفيدون كبشر من ناحية العلوم والتطور أبدا. أهداف وراء ذلك أهداف أيديولوجيات فكرية متخلفة نائية، ليس الهدف منها إفادة البشر، إنما استفادة هذا الفكر الشيطاني. يقول القرآن يا أخ كريم، يقول بأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج اللؤلؤ والمرجان من البحر. أوكي طيب، هو يعير الإنس والجن، بشرفك الإنس والجن إيش مستفيد من اللؤلؤ والمرجان؟ ويقول له رمان وفاكهة ورمان، هو الجن فيها فاكهة الجن يأكل رمان وفاكهة، وهي الفاكهة هي رمان أصلا، هو غلط بالآية. أحسن يعني هاي غلط بلاغي، يعني ما يصير غلط فاكهة ورمان، جاء الفاكهة شنو الرمان شنو؟ يعني هي نفس المعنى في الآية، لا يجوز بلاغيا أنك تدمجهن صح؟ لا هي الفاكهة هي رمان شنو؟ صح صح، فاكهة ورمان، وش جبت تذيب من ذيلها؟ يعني هاي قصدك قانون البلاغة، أنه ما يصير تدمج شيئين مع بعض بالكلمة واحدة، لأن هي هي الفاكهة تشمل الرمان وتشمل كل الفواكه، فاكهة خلاص. طيب هذا غلط، لكن أنت تعال هذا غلط بلاغي وغلط منطقي. طيب روح لي على الخطأ الثاني، أنت تعير بي الجن، هو الجن شو مستفيد من الفاكهة والرمان واللؤلؤ والمرجان؟ يلبسهن يأكلهن؟ لا ما هو جن شو يستفيد، ما مش مادي هو شنها؟ تزرع بلاد، يعني هذا وين أمام العلم أو أمام المقياس أو أمام كل شيء كريم؟ الآن هم يعلمون البشر جن والتم، وانت بيج تابعة شافهم مش يقولون النسوان دول الشيوخ يردون يحصون عقول الناس بالخوف، بالخوف، أكو جني، أكو مدري شنو، أكو جني، أكو بيج تابعة، أكو لامس الشمس، أكو لامس الشيطان، لازم أسوي لك رقية، لازم تدفعين مليون
لازم ما أدري شنو. هذه يضحكون على الناس أكاذيب وأساطير. هو أدري الجني هذا ليش ما يلبس ناس أمريكان مثل أوروبيين؟ ليش ما يلبس مسلمين؟ يعني هم شفت لك أنت يوم من الأيام أمرأة أمريكية ولا أوروبية لابسها جن؟ لا ما أعرف ليش يلبس بس مسلمين هو؟ كل المسلمين بيهم جن ويروحون يعملوا سحورة وجن وحجاب وهم يتعاملون به. وهو تعارك ويا رجلته على الساحر كريم من وراء رجلها تتعارك ويا أبو رجلها أم رجلها تروح تحط لهم سحر. هم مجتمع يعني أنت تعرف أنت جاي من مجتمع إسلامي لأن هم يتعاملون بهذه الأشياء الشيطانية فأكيد راح يتلبسون وما يعيشون مرتاحين طول حياتهم لأنهم يستعينون بالشيطان وليس بالإله الحقيقي. ليس بالإله الحقيقي. يعني محمد نفس الشيء كان يستخدم الشيطان لبعض الأغراض، مش بعض الأغراض لكل الأشياء، بس بعض الأغراض كانت واضحة في القرآن. كان يستخدم الشيطان لهذا، يعزم وقوم الزط ويروح بالليل يلتغي بيهم ويربطهم مش عارف يربطونه، قصص وروايات. فالرسول نفس الشيء. تخيل شوف العلماء اللي تكلمنا عنه. نعم بس كلمة، نعم أحسنتم، سوريا بلاد الشام من أوائل البلاد المأهولة بالسكان، يعني من أول بلاد كان فيها يعيشون السكان مع بعض تكون بها الأحياء هي دمشق. الفينيقيين الفينيقيين فينيقيين بلبنان وأهل الشام السريان تحية لهم جميعا، هذه بلاد التقدم والتطور والحضارة. هذه البلاد أصحاب فضل على البشرية، كانوا يهتمون لمصالح الناس مو مثل الإسلام يهتم المصالح فقط الشيطان مالته الدين بس الدين. يعني العالم اللي مثل ابن بطوطة ولا ابن سينا اللي ابن مغفع اللي تكلمنا عنهم بالفيديو وشرح لهم شرح قصتهم وشرح كتب بالمي كفرتهم وهذا غرامهم. المال كان المفروض العالم طلع عالم وبدأ يناقش وصار بارز ومعروف، المفروض تبنون مدرسة مثل ما تبنون مساجد، يعني تبنون مدرسة مدرسة العالم الفلاني علشان العالم الفلاني يكتب كتب ويجتهد وتكون تشجيع له ويحط هاي الكتب أجيال بعدها تقرأها وأجيال بعدها تتعلمها وتصير مدرسة منشأة الإسلام. المفروض يا كريم أي مدرسة يا كريم؟ أنت زائر العراق كثير تعرفه، أنت العراق غير بمدارس طين بالقصب غير مدارس طين وطيح على الطلاب. أنا واحد من الناس، خليني أسولف لك يا كريم. اوكي مش مشكله الطين، هي انا مش مشكله الفكره انه يبنون ارض وفلان، لا مو هاي الفكره تعترون بافكاره بكتبه مثل ما اعتنيتوا بكتبه. لا قصدي بهذا العصر يبنون كان مدارس طين بهذا العصر. الطين مش مشكله، الكتب تعترون بها كتبه هاي ما يعترون. انتم مو اعتنيتوا بكتب الاحاديث عمرها 1400 سنه مثل ما تقولون ولا تكذبون علينا؟ اوكي كتب هذول العلماء ما صار لهم 350 400 سنه، هم دول مش بعيد يعني كتبهم تعتنون بها. ما يهتمون بالعلم كريم، ما يهتمون. حرقوا كتبهم وكفروا وحرقوهم وموتوهم. خليني احكي لك كريم القصة. انا من كنت في المدرسة الثانوية، اوكي؟ الرابع اعدادي والخامس. لما كنت في المدرسة الثانوية كريم كنا نروح طلاب الرابع والخامس اربع شعب الف باء الف باء. الطلاب اللي ويجون الاساتذه والمدرسين والمدرسات يجونا الصبح فتره الصباحيه بعدين الحد من الحد 12 يجينا اخ كريم وراها يجون طلاب السادس اربع شعب الف باء جيم دال لان السعر في السادس اكو طلاب يعيدون السنه ما مطلعين معدل زين انت عارف صح؟ يعيدون مثل ما عندنا سادس احنا اي السنه يعني مثلا البكالوريا الاخر سنه يعيد السنه لان مثلا مطلع مثلا 90 هو يريد 91 يرسب يعيد السنه من جديد طلع معدل احسن حتى يروح كليه احسن اوكي. فالصف السادس بطلاب اكثر طبيعي والرابع والخامس ألف بعد. أنا كنت بالرابع درست الرابع والخامس بالعراق الثانوي. إيش صار أخ كريم؟ صفوف عندنا أربع صفوف موجودة بالمدرسة، بقية الصفوف محددينها إنه وزارة التربية والصحة بالشراكة
انه هاي غير مؤهله انه يقعدون بيها الطلاب. اي لحظه يوقع السقف، باي لحظه يوقع السقف بيها، يمكن غير يمكن بعد 30 صف ما ادري 20 صف 30 صف. بس شنو كلها ما تقدر، كلها ما تقدر شنو يكون ما بناها من الستينات ما ادري منين، ما تقدر تسكن بيها. فمخلينا بس ان الصفوف المؤهلات ان واحد يدرس بيها. تعرف شنو اللي صار كريم؟ احنا لحد 12 نطلع طلاب الرابع والخامس، يجون طلاب السادس، فالمدير المسكين يلزمها من الصبح للظهر للرابع، ويجي المعاون مالته وراها من 12 لحد الأربعة، ويداومون شفتياً المدرسين والمدرسات. بعض المدرسين يداومون شفتياً، وهو مو من أصلاً، ما مو المفروض أصلاً، تعرف شنو؟ يعني هو من ذاته اجتهادية. المساكن تحيات لكل الأساتذة والأستاذات اللي درست على أيدهم، يعني يداومون شفتين كريم صدقني. بالعراق داوم المدرسة مو شفت واحد يداوم المدرس، خاصة بالحكومية. ليش؟ على بدي يدرسون الطلاب. لكن تشوف بنفس اللحظة بصف المدارس يبنون مقرات للأحزاب ويعمرونهم، ومساجد وحسينيات كبار كبار كبار، يبنون حسينيات ومساجد وما بي احد يصلي. هسه لو حد يصلي اوكي، مع 10 نفرات يصلون ومسجد ما بعرف كبير، حاطين له مكبرات ومؤذنات وقصص وروايات والسجاجيد، ومسوينه كانك يعني مو مسجد، كانك يعني ما اعرف وين داخل، كانك داخل متحف. شنو هذا؟ قال لك هذا مسجد الفاروق، مسجد العلي، مسجد مش عارف مين. يا يبنون. احنا مره واحده رادوا يبنوا مستشفى، منو كريم؟ شو اسمه هذا؟ شو اسمه القزويني، مرتضى القزويني، قالوا راح ابني في سبيل الله مستشفى بكربلاء، تمام؟ بنم تبرعات، تعرف بيجمع وبنى مستشفى. بنى المستشفى بس قام شو يسوي؟ قام اغلى مستشفى بفلوس. سوى هذا فلوس. اغلى مستشفى عندكم صار، ما اعرف. سوى اغلى، برافو عليك، سوى اغلى مستشفى. اغلى مستشفى كله بالدولار. هو جايب الناس، قال للناس وعدكم يصير بلاش الطب يبلش. جايب بيه سوريين، جايب بيه سوريين علويين اطباء، جايب بيه لبنانيين شيعه، وجايب بيه ايرانيين. المدير مالته ايراني. تمام. فحاطهم وكل اغلى مستشفى صار، اغلى واحد. حبايب احنا متاخرين جدا، شوف صار لنا ساعه ما تكلمنا. الاطباء بعلويه ويا. هواني ما تكلمنا على التكبيس، احنا صار لنا ساعه معاكم. والتكبيس 40,000، المفروض هسه احنا معدين 50 يعني. احنا حتى بالعراق كريم، كريم اخر سنه، اخر سنه كنت اروح لل شو اسمه، اخر سنه كنت اروح رحت للمستشفى، تمام، بالعراق بالناصريه بالمستشفى هو الحكومي، دخلت لقيت بي شنو يعني العراقيين يدورون وظائف، لقيت بي واحد حاطين سوري، تمام؟ باوعت له وهيجي وشفت له هجته سوري، بس ما سألت غير سؤال، قلت له تعلوي؟ قال لي على ضايق من السؤال، تمام؟ ضايق بس جاوبني، قال لي علوي. فيجيبون ذولا بأمر مني، كله أمر إيراني. أنت مو عندك بلدك؟ ليش ما تهتم بالدراسة ببلدك؟ ليش تجيب واحد علوي؟ تصدرهم إيران حتى شنو؟ تسوي لهم انه دعم اعلامي ودعم غطائي ودعم كذا ما اعرف شنو. وما يعني القضيه المحلات كريم بال يعني اكو قضيه مهمه جدا، تلاعب يصير بعقول الناس، وهذا عدم الاهتمام. لاحظ عدم الاهتمام بالدراسه، اعطيتك واقع انا مريت به بالمدرسه، ما بالك. بينما المساجد يبنون، مقرات الأحزاب يبنون ولا يتوقفون يوميا. تعرف كل منطقة بالعراق بها 5 إلى 6 حسينيات، صحيح، لكن مدارس ما يبني، مستشفى ما يبني، يا رجل حديقة ما يبني، حديقة ما يبني، الزبائن بالشوارع ما ينظفوها. شو تريدهم ذولا؟ يتصدرون، يعني يتصدرون بالعالم ويصيرون يعني رواد العالم، ويقول لك العالم يتآمر علينا، واحنا اهل العلم والثقافه والعمل، العالم يتآمر علينا. ما مش عارفين، مش عارفين افهم بلدهم. يا علم
يطلعون لك ليل ونهار علم أهل البيت. شنو هو علم أهل البيت؟ ممكن تفهموني إيش سوى لأهل البيض؟ أهل البيت إيش شنو اللي قدموا؟ أنه شنو هو اللي شيء قدموا حتى نقول علم أهل البيت؟ شنو هم أهل البيت؟ ممكن أعرف شنو اللي قدموا لنا؟ شو علي يقول لهم شو أخ كريم بالقانون الإيراني حاطين إذا تعاركت وي واحد وطيرت له من جسمه اليسرى تحت تمام اليسرى يقول تدفع دية كدية رجل ميت. ليش؟ يقول لأن الإمام الصادق قال الولد ما يجي إلا من اليسرى والبنية تجي من اليمنى. يعني الخصية اليمنى مال الأب تجي منها بنية واليسرى يجي منها الولد. شرفك هاي بيا علم، هاي بيا طيب بيا علم، حاطينها ومصدقينها ومسويها بالقانون. ليش؟ لأن الإمام الصادق قال مدرسة أهل البيت. مدرسة إيش عند أهل البيت؟ هي هاي مدرسة تخلف تام. صدقني الأمر محزن، الأمر محزن جدا جدا جدا. خليني بس أذكركم حبايبي على التكبيس. تكبيس مهم، وإحنا وقتنا تأخر جدا، وياريت يكون التكبيس يكون شوي أسرع حبايبي. يجي واحدة خلونا نكبس، خلونا نوصل الحلقة. إحنا معكم يعني، إحنا مستمرين بالحوار ونتكلم معكم، فإحنا محتاجين أيضا دعمكم لهذه الحلقة. اللي شاحن وعنده ورود يدعم شكرا، واللي يحب يكبس يكبس. التكبيس مهم كلنا، حتى اللي يدعم يكبس ونشارك الحلقة مع الأخوة الآخرين لكي توصل لأكبر عدد ممكن. صارنا ساعة معكم، المفروض بالساعة احنا بثنا، خصوصا بث يوم الاثنين انا وخحسين، يعني بالساعة 60 و55 وهكذا، يعني اليوم متأخرين جدا. فخلونا ايضا نرفع الحلقة مرة واحدة ترتفع، خد تدخل في الترتيب اليومي. ترتيب اليومي هسه ما دخلنا، صارنا ساعة ندخل بآخر دقائق من الساعة الثانية ما راح يفيدنا. يعني نبدأ بعشر دقائق بعدها عشرة، حتى اللي يجي ما يسمع ولا يفهم شو الحوار ولا يفهم شو القصة. يعني فتكبيسكم هو خدمة أيضا توصل الحلقة لآخرين لكي يجون يسمعون هذا الكلام. عمر أمريكا يا أعزائي المشاهدين 300 سنة، غروا عليها بالتاريخ. عمر أمريكا متى تأسست أمريكا؟ 300 عام، شوي أغلى أكثر، هو 300 عام. أمريكا اليوم تسود العالم. السبب، السبب احتضنت علماءها. هذه ما سألوا العالم ولا روحوا له ولا دعوا إلى دعوة خاصة وقالوا له تؤمن بهذا أو تؤمن بهذا أو شو دينك أو شو تعتقد اطلاقا. ما حدا له دعوة به. اعتقاده الغلبي بينه وبين الله، كان مسيحيا كان ديانة أخرى. طبعا مسلم ما بيهم، علشان ما بيهم مسلم، يعني شو بنسويهم يعني ما بيهم. كل علماء الغرب ما حد ناقشهم شو دينكم، وحتى اللي منهم مسيحيين وهم صرحوا انهم مسيحيين ما في كنيسة راحت لهم وسألت لهم انتم من اي طائفة او اي فئة او ماذا تؤمن وماذا لا تؤمن وهذا النص شو يعني لك. ليش؟ لان ما حد يكفرهم اصلا. انت تروح تسأل شخص على دينه وعلى عقيدته وعلى تفاصيل صغيرة وكبيرة شو تريد؟ تريد تكفره بس، تقول له انت ما تؤمن بإيماني فانت كافر. المسلمين تعاملوا مع علماءهم هكذا، لم يبنوا لهم أي حضارة، لم يبنوا لهم أي دار، لم يبنوا لهم أي شيء. مدارس يا أخي، مدارس. أنا ما بتكلم على البناء، لا خسين بتكلم على البناء والمدارس، أنا أتكلم يعني مدرسة. المدرسة هي مدرسة كتب هذا الشخص مو تهتمون بيها، وبعد جيل يجي جديد الجيل الآخر يتعلم ويطلع من الجيل الآخر علماء يدرسون، يطلعون علماء ويشكلون على العالم الأول. يقول لك العالم الأول كان جليل وكان محترم ووصل لنا العلم، بس هو غلط في النقطة الفلانية فيجي علم جديد ويجي علم جديد، وهذا اسمه التطور، مثل ما حصل مع بغراط وسقراط وفلاطون وغيره. كل واحد تكلم الثاني إجا ما قال لك العالم الفلاني كافر ولا زنديق، قال لك هو عالم جليل محترم يشكر، بس النقطة الفلانية هو ما يعني شرحها بطريقة بسيطة، خلينا شوي نتعمق بها أكثر نعطي فكرة أكثر عنها. العلم يعني يتطور. بنولهم حضارات، بنولهم مدارس، كتبهم تدرس،
تخيل يا عزيزي المسلم، خلينا أصدمك بهذه المعلومة، المطبعة اللي تطبع الورق قبل 400 سنة فقط الإسلام سمح بدخولها للبلاد الإسلامية. العثمانيين حرموا المطبعة لعقدين من الزمان، 200 سنة. 200 سنة المطبعة موجودة في كل العالم تطبع كتب، والمسلمين حرموها دخولها، قالوا نكتب باليد. ليش؟ قالوا هاي مالت الكفار ما نستخدمها. طيب ليش تكتبون باليد؟ اصنعوا واحدة يعني. والمطبعة كانت بذاك الوقت يعني منها تكتب كتابة يعني. المطبعة حرموها. وفتوى، عندي فتوى الشافعي أعتقد، الشافعي عندي فتوى قال: وهل الله يرضى نضع كتابه في مطبعة صنعوها كفار ويهود؟ يعني هو يتكلم على طباعة القرآن، القرآن ما كان مطبوع يعني حسب وجهة نظرهم، كان مخطوطات، ومخطوطات هسه مش موجودة هي. أنا بتكلم على 400 سنة فقط، ما أرد أرجع إلى 1400 بس. حرموا المطبعة من 400 سنة عندما سقطت الخلافة العثمانية. اجى العالم واحد منهم تاني قال لهم: شو تنتظرون يعني؟ تنتظرون نصنع مطبعة احنا؟ هي شكلها عجيب غريب اصلا، ما نعرف دخلوها. بعد اصدمك معلومة تانية، البايسيكل. بايسيكل، البايسيكل، شو بتسمون الدراجة هوائية؟ البايسيكل قبل 100 سنة سمحوا للمسلمين يدخلوا الاسلام. 100 سنة فقط، 100. قبل ال 100 لا يوجد. شوفوا الافلام القديمة، بيها سيارات، بيها موتورسيكل، بس بايسيكل موتور ما بيها، بس بيها سيارات قديمة بس بايسيكل ماكو. والبايسيكل مع أنه موجود في الدول الغربية من زمان، مثل اليونانيين استخدموا البايسيكل قبل 900 سنة أو 800 سنة قبل، موجود وكان شكله يعني مخيف، بس موجود يمشي يعني. ليش؟ أنا أقول لك ليش. العلماء المسلمين في ذلك العصر ما بعرف وين سافر، أو شافوا بايسيكل يعني، شافوا بايسيكل، العالم شاف البايسيكل يمشي تعجب، قال كيف يمشي على اثنين عجلات وما بيسقط هذا؟ يسأل يعني، يسأل الناس، قالوا له ما نعرف يعني، هو الراكبة لازم يسأل، ما عليه تعب. قال إن هذا حصان إبليس، إيه حصان الشيطان، هذا مو صناعة، هذا نازل من الشيطان صنع، حصان إبليس. وجا للدول الإسلامية وروى لهم الرواية، قال لهم شفت شيء عجيب غريب، شيء يمشي على اثنين توائر او عجلتين يعني، وما بيطيح لا هيك ولا هيك، ويمشي هيك ورفيع وعجيب غريب، هذا هو حصان ابليس. حرموا المسلمين من بعد 100 سنه نقاشات على البايسيكل يدخل ولا حصان ابليس. كتبوا البايسيكل حصان ابليس على التويتر، على اليوتيوب يطلع لكم، او على جوجل يعني. اما لا تنتج، هي ما بتعرف تصنع شيء، لان علماء ما عندها، كلهم كفروهم وقتلوهم وحرقوا كتبهم كمان، الجريمة الكبرى حرقوا كتبهم. وفيما بعد عملوا ما عمل. أكبر مكتبة بالإسكندرية، تعرف العلماء ماذا قالوا عنها؟ علماء الكبار الفاهمين، العلماء الأجانب الغربيين، ومنهم بعض منهم يتكلمون اللغة العربية كمان، بس يعني هربوا من الدول الإسلامية. تعرف ماذا قالوا؟ قالوا بحرق مكتبة الإسكندرية تراجع العالم 100 عام إلى الوراء، 100 سنة. وهذا الغول إجماع وليس غول عالم، هم انجمعوا وقالوا هذا الكلام. يا 100 سنة مكتبة الإسكندرية ضمن تاريخ العالم، تاريخ العالم. قالوا 100 سنة تراجع العالم بالعلم والثقافة، لأن إحنا محتاجين 100 سنة لكي نجد مثل هذه الكتب، مثل هذه الأفكار. شهر كامل المكتبة مشتعلة نار، بيها كتب الدنيا. ست أشهر يقول يرمون بالكتب الحمامات الإسكندرية ويحرقوها. واو، تتشي يحرقوها بالحمام مال اسكندريه. يعني مكتبه، تخيل من زمن فرعون موجوده، تخيل كنا نعرف بها اشياء عجيبه غريبه، كنا نعرف بها تاريخ كنيسه ومسيحيين وقصص، وكنا نعرف بها امور كثيره. وش اسمه، وكل الاصول المخطوطاتها، المخطوطات حتى العهد الجديد وتاريخ الكنيسه كله من القرن الاول. حرقها عمر بن الخطاب. ايش قال عمر بن العاص؟ قال إذا كانت هذه الكتب تخالف القرآن فاحرقها جميعا. فحرقوها، قال بقي 6 أشهر. 6 أشهر يحرق يحرق في الجهل. أكثر من هذا الجهل يا عزيزي المسلم. عصر الحديث يقول عصر العلم والقراءة والتجارة. هذا عمر بن الخطاب رجل بدوي يقول كان يرعى إبل الخطاب، وهذا يراد هذا راح مديده على العلم وعلى الثقافة، وراح حركة ودمرها.
وهو رجل كان يرعى إبل الخطاب في الصحراء، يعني رجل ما مطلع على هاي الكتب، ما مطلع على هاي الكتب ولا عارفها ولا قارئها. ست أشهر تحرق بالنار، خمسين سنة قراءها، شو طلع هو إنه ولا يقرأ ولا يكتب كمان؟ عافية، لا يقرأ ولا يكتب. داز عمرو بن العاص، تعرف ليش كريم عمرو بن العاص؟ عمرو بن العاص كان تاجر، كان يعرف مصر خايطها خط، هذا السبب هو قدر يحتلها، لأن هو كان من هو صغير هناك فداه يا عمرو بن العاص، لكن على مود مصلحته ومصلحة الإسلام ومصلحة عمر وغيره قال لك أحرق كتبه معالي، ما دام صرت رئيس راح يخلوني حكم، يطلون حكم مصر عادي أنفذ شيء يريد عمر أنفذ. تعرف كريم تخيل قال له دز لي الخراج عمر بن الخطاب، تعرف ايش قال دز له؟ دز له 12000 درهم. تعرف ايش قال له عمر؟ قال له بس من الشام اجاني وحدها تقريبا 400000 درهم، وانت جاز دز 12000، هاي وهاي مصر اللي انا سمعت بها بنايات كبرى واهرامات بانينها الفراعنه، هيك سمعت هيك مبني بيها، ومبني بيها بنايات عظيمة وبيها علم وبيها مزارع وبيها نهر كامل ونهر حلو وبيها أنهار وحدائق وأعناب وفاكهة وما أدري شنو، الدزل منها 12000، والله إن لم تفعل تأتيني بضعف ما أعطاني أهل الشام لأعزلنك بالسنة القادمة، فأنتظرك أن ترسل الخراج الآن. تعرف ايش دزله؟ 500000 درهم. شجقت حرام ابن العاص كريم. الفرق بين 12000 وبين 500000. ابن العاص يقول لما مات وجدوا في بيته 5 طن من الذهب. ايه هذا الذهب المصريين. الجزية. 5 طن. 5 طن ايه 5 طن من الذهب وجدوا في بيته. ألا ساء ما تفعلون. في حلقة للدكتور للباحث شو اسمه محمد عبد ماهر، أحمد عبد ماهر، يتكلم عن الموضوع ويشرح أدلة ويطلع بالكتب مكتوب 5 طن وجدوا في بيت العلماء من بعد ما مات وزعوها على المسلمين المغربية، قالوا طبعا حرامية بزيلة وزعناها على المسلمين، 5 طن من الذهب في بيته، منين جاب؟ شوفوا شو وظيفته، شو كان يشتغل؟ حرام ولا شيء، لم يكن لا مهندس ولا طيار ولا أي شيء، حرام. شوف هاي الفكرة كلها، هذا العصر متخلف جدا جدا جدا، عصر الإسلام، والتخلف الآن يريد لهذا الإسلام ينقل التخلف للحضارة اللي هي الحديثة اللي احنا نعيشها. واحدة من هذه التخلفات اللي شفناها الآن في أيام قليلة ماضية هو البرلمان العراقي يناقش الأحوال المدنية في زواج الأطفال، تخلف ولا مو تخلف؟ نعم، يريد رجل كبير بالسن عمره 30-40-50 يتزوج طفلة عمره 9 سنين، وهم الآن يبحثون عن أول حالة وثاني حالة وراح يزوجونهم أمام التلفزيون، يعني يجيب لكم رجل كبير بالسن يحطوا له طفلة صغيرة ويقولوا له على سنة الله والرسول خذها بيتك وروح نام معها وعاشرها جنسي. أي واحدة بعد فترة بسيطة راح يقولوا لك قطع اليد، هم ما يقطعون يدين السياسيين اللي يبغون، لأن السياسة منزمجة بالدين والدين له مصلحة من السياسة والسياسة لها مصلحة بالدين، هم توأم لا ينفصلون، دول ما لهم دعوة. لا، السياسة اللي يبغ بالغلم هذا ما لنا دعوة به، يعني اللي يبغ ملايين الدولارات شهريا أو سنويا أو ممكن يوميا كمان من نفط العراق وغيره هذا ما لنا دعوة به، هذا عادي بالغلم. هذا هم راح يقطعون يد الشخص اللي مسكين وسرق لعيشة خبزة ولا أكل ولا سرق لعشر دولارات يأكل بيهم، اللي ما عنده أبو مات بالحرب ويتيم ضل بالشوارع ما عنده أكل، راح يقطعون إيده بالشوارع وراح يورونكم إياهم وشوفونهم. داعش طلع بالتلفزيون، أعتقد يعني شوية الموضوع يعني صار حساس بالنسبة لكم، مش مأزت نفوسكم، لا راح تشوفونه بعد كم يوم، راح تشوفونه بالعراق وبإيران وراح يطبق في الدول الإسلامية الجلد، راح تشوفون النساء يجلدونهم بالشوارع، ولا فلان يجلد مسكناها مع فلان، الفلان ما يجلد المرأة تجلد، لا ممكن كل واحد 100 جلدة أوكي يجلدون اثنينهم لكم بالشوارع، الجلد والرجم والصلب كمان، لأن فيها إغرانية تقول صلبوهم كمان، الصلب والحرق وتقطيع الأطراف واحدة واحدة. ثم الآن الزواج أعطوكم إياه
بعد فترة يعطوكم شيء ثاني، بعد فترة يعطوكم شيء ثاني، راح حللنا لكم كلهم مثل ما كان موجود في زمن محمد. هل يمكن تعيشون هذا العصر يا أحباب المسلمين؟ هذا اسمه عصر الجاهلية. تقول يسمونه يقولون الإسلام جاء يقضي على عصر الجاهلية. لا، اللي قبل الإسلام كانوا أنظف من محمد يعيشون. اللي قبل الإسلام هم المسيحيين، أغرق كتبهم وشوف كانوا يعيشون. اللي قبل الإسلام هم اليهود، أغرق كتبهم وشوف كيف كانوا مثقفين وكيف كانوا يعيشون. اللي قبل الإسلام كانوا الفراعنة، أغرق كتبهم وتعرفهم كيف كانوا يعيشون. يا رجل، المرأة الفرعونية كانت تقود دولة مثل نبرتيتي ومثل شو اسمها الثانية هاي زليخة وغيرها، كان على رأسها تاج مالها 4-5 كيلو وتقود دولة جيش معها. كليوباترا السابعة. إجا الإسلام إيش قال عليها؟ قال ناقصة عقل ودين وتشتري في الشيطان وبغر. هذا اللي موجود. كانت حضارات كبيرة بالعراق، ببلاد فارس، النهرين، في نيغيين سوريا ولبنان، كلها دمرها الإسلام. شو بدي اسوي لكم انا؟ جاكم زواج الاطفال. الله يرحمنا، ونتمنى انكم تتركون هذا الدين، لان هذا الدين غير صالح، لا لزمن محمد. بزمن محمد ما كان متماشي، ولا بعصرنا، ولا بعصرنا. لو تيجي تطبق الاسلام الحقيقي لا تودي اولادك المدرسه، لان النبي ما كان يقرا ويكتب. لو تطبق الاسلام الحقيقي لا تركب لا سياره ولا طياره، لأن الإسلام دخل نفسه بهاي المواضيع. يعني ممكن تقول إيش معنى الديانات الثانية يركبون طيارة وسيارة وإحنا ما نركب؟ وهم مثلا كانوا بزمنهم ماكو طيارات، أيوة بس ما حرموا شيء. بزمنهم ما كان طيارات وما كان سيارات بس ما حرموا شيء. قال لك انتظر العلم، مثل ما قال الرب يسوع المسيح، العلماء والفهماء والحكماء قلوبهم كجداول المياه بيد الله يقدموا خدمة إلى الله. يأتونكم بالمستقبل يقدموا خدمة إلى الله، تنبؤات الشخص المسيح شخصيا عن هذه الأحداث اللي تحصل يوميا. تجي التكنولوجيا وأول ما نرحب بيها ونفرح بيها. ليش؟ لأن كلام المسيح عليه. محمد قال بدعة، وكل بدعة هي ضلالة، وكل ضلالة هي بالنار. هي صاحبة بدعة، يعني شيء ما فعله الرسول تفعله أنت بدعة. الرسول ركب سيارة؟ لا، أنت خالف الرسول، بدعة كريم. طيب جمع القرآن أيضا بدعة. قال زيد لأبو بكر عمر: أتأمروني بشيء أفعله لم يفعله رسول الله؟ قالوا والله هو خير. يعني النبي ما يسوي خير كان. هاي وحدة. إضافة يعني معناها بدعة جمع القرآن، حرام. يعني لازم القرآن يبقى مفرقا. ليش؟ لأنه جمعه كان أولى به من النبي. يعني كل شيء وقتهم بدعة، كل شيء، كل شيء. ماذا ما الذي جريناه من حكم محمدا وآل محمد على العالم وعلى أصحابه؟ ما الذي جرى غير النفاق والشقاق بين أمة دين الواحد؟ هل هذا دين من الله؟ هل هذا دين؟ إضافة فيديو إخوان أخواتي للشيخ عدائي الغريري طلع قال الوقف السني موقفيني. لازم ماذا؟ إذا عندك الفيديو كريم شغلة. قال يابا هذا الحديث ما يطبق على أرض الواقع. النبي نكح طفلي، شلون يعني نريد نطبقه؟ إذا عندك الفيديو كريم حاول تجده. إذا كان شغلته قبل كم يوم بس ما أعرف وين هو هسه. قال يابا ما يطبق هذا الحديث على أرض الواقع. نبي نكح طفلي، نبي يغتصب أطفال، وهو إمام وخطيب ودكتوراه الشيخ عدائي الغريري من نفس الجامعة اللي دارس بيها هو أبو بكر البغدادي. أنت شايف عمامتك كريم تشبه عمامة أبو بكر. إيه هو إيه. إيه ليش؟ يعني هم نفس الدراسة، هو ونفس الدراسة اللي هو دارسها الشيخ عدائي الغراري وأبو بكر البغدادي، حتى العمامة الشابه، صح لا؟ إيه هذا هو. خليني بس شغلة جبتك الفيديو بس كمل لما الإعلان يخلص. هذا نفس الشريعة ونفس الكلية، لكن أبو بكر، حتى أبو بكر على فكرة كان يدخل بالبيت عمره 13، حتى مرته قالت انتظر حد ما يزيدية صار عمره 13 سنة يلا دخل بيه، يعني مو بتسعة. حتى أبو بكر البغدادي
صحيح جاهز إذا تريد الفيديو اللي هو وكيل براد أشرف من محمد إن شاء الله كريم اللي منعوا من الخطابة. ثانيا أنا يا أخواني يعني ثاني لا سبيت الإمام البخاري ولا طعنت به، والإمام البخاري عالم الأمة، لكن إحنا عندنا حديث الآن خلنا نعرض. ثانيا البخاري أخواني مو معصوم، نعم من بيه يقول أصح كما يقول السنة أنه البخاري أصح كتاب بعد كتاب رسول الله بعد القرآن الكريم نؤمن به، ولكن مو معقولة ما ننقد يعني ما معقولة حتى الفكر تريدون تغلقون علينا يعني أنت لازم تكفر عقلك، أنت ما تفتهم وأنت تفتهم يا أخوان. عمي أنا صار 38 سنة أنا خطيب، زين ثاني عمي أنا عمي شهادة الدكتوراه، زين عمي خلنا نتناقش، أنتم زين المجاميع الفقهية ليش ما طلعون للعالم تبينون الأحوال الشخصية؟ 9 سنوات إحنا نقدر نطبقها، ما تطبق، زين طبقوها على بناتكم، طبقوها على عبيداتكم، زين ليش زين ساكتين؟ زين وراح تنهجوا بيوت العالم؟ كل ساعة. ثانيا احنا الحديث تكلمنا به اخوان ما يشمل العقائد، لا بي جنة ولا بي نار، امور احوال شخصية جاي. ما نقدر نطبق. عيد الفيديو كريم، عيد خلنا الناس انتبه، عندنا عدد كبير من المسلمين، عيد الفيديو. ثانيا انا يا اخواني يعني ثاني لا سبيت الامام البخاري ولا طعنت به، والامام البخاري عالم الامة، لكن احنا عندنا حديث الان خلنا نعرضه. ثانيا البخاري اخواني مو معصوم، نعم من بيه يقول أصح كما يقول أهل السنة أنه البخاري أصح كتاب بعد كتاب رسول الله بعد القرآن الكريم نؤمن به، ولكن مو معقولة ما ننقد يعني ما معقولة حتى الفكر تريدون تغلقون علينا يعني أنت لازم تكفر عقلك، أنت ما تفهم وأنت تفهم يا أخوان. عمي أنا صار 38 سنة أنا خطيب، زين ثاني عمي أنا عمي شهادة الدكتوراه، زين عمي خلنا نتناقش، أنتم زين المجاميع الفقهية ليش ما طلعون للعالم وتبينون الأحوال الشخصية؟ 9 سنوات إحنا نقدر نطبقها، ما تطبق، زين طبقوها على بناتكم، طبقوها على عبيداتكم، زين ليش زين ساكتين؟ زين وراح تنهجون بيوت العالم؟ كل ساعة. ثانيا احنا الحديث تكلمنا به اخوان ما يشمل العقائد، لا بي جنة ولا بي نار، امور احوال شخصية جيد. ما نقدر نطبق. منعوه من الخطابة ومنعوا اولاده من الشغل، اولاده يشتغلوا شغل شخصي ما ندعو بالدين، يعني يشتغلون امور خارج الدين، منعوهم من الشغل كمان، وغلقوا عليه الفكر، والرجال يطالب يقول تريدون تغلقون الفكر علينا. نعم هذا هو الاسلام، يدغلق الفكر عليك. انت لا تفكر 9 سنين كيف يمارسون معها الجنس. تقول النبي عملها حاضر واعملها وخلاص ما لك دعوة، كم واحدة تموت عادي، كم واحدة بيوم الزواج تبكي تيد أمها تيد مامتها عادي، كم زوج يجيب الزوج هدية يجيب لها بامبرس عادي، طفلة يعني شي يسوي يا شو، كم زوج يجيب حليب هاي الطفلة يعني زوج سيرا يشرب حليب عاد، انت ما لك دعوة. كيف الرجال يتساءل كيف يطبقون تردون؟ الرجال وضع 9 سنين ب50 عمر عائشة بعمر محمد 56 مش 50 سين ليس سين دائما يشدد على 56 لا 56 مو 53 56 لا لازم نكون دقيقين اوكي 56 ب6 مش ما يمشي الحال. هذا هو الشيخ هكذا يفكر. ليش؟ لأنه هو البخاري يتكلم. كل الشيخ اللي قال ممكن البخاري أخطأ بالمعلومة، حتى ما جزم بالخطأ، قال ممكن، لم يقول 100%، قال ممكن أخطأ البخاري في المعلومة، ممكن يكون عمرها أكثر. عمرها كريم 9 سنين قمرية معناها تقريبا 8 سنين و8 أشهر شمسية، صح لا؟ وعمر عائشة كان حسبوه باللي الشهر العربي على السنة القمرية اللي يجد القمر 28 يوم 29 شهرها صح؟ يجد القمر تمام ايه تمام هي عليها ناقص صح ناقص يا أقل من 69 شمسية اليوم عندنا هذا الميلاد الشمسي صح لو لا؟ يعني عائشة جدا صغيرة طفلة إضافة اليوم مع رجل 50 سنة نايم معه 56 اليوم اللي نطبق هذا الحديث بالواقع هل يطبق؟ عمي حتى أبو بكر البغداد مرتي قال هل شكل بالتحقيق قالوا له ايش قد شان ينام ما ينسوان قالت له 13 سنة ما ينام ما 9 سنين و10 ليش؟ يعرفها صغيرة شا رسولكم ايش بيه؟ لا المسلمين يطبقون على أرض الواقع يقول لك تعاليم الرسول صالحة هم صالحة يعني الإرهابي ما يقدر يطبقه تطبقته كحكومة حتى الإرهابي ما قدر يطبقه
حتى الإرهابي ما قدر يطبقه. الطبقة أنت يعني ما أعرف، حتى الإرهابيين ما قدروا يطبقوا. صدقني صعب الفكر، صعب جدا حبايبي. كبسوا رجال، كبسوا على الشاشة. يلا يلا شيلوا التكبيسات شوي، وصلنا 100 مرة واحدة، ما ضل عندنا شيء. 25 تكبيس ما أعرف يعني. اليوم أرد أفهم هذا لا يطبق على أرض الواقع، لا تستطيعون تطبيقه، لا تستطيعون فعل شيء. كيف تريدون الناس أن تؤمن بدينكم؟ لا مو تؤمن بدينهم، المفروض هم المسلمين الآن. هاي الأحداث وحدة تلو الأخرى قاعد تحصل يومية. المسلم المفروض الآن يترك الإسلام، هو وش منتظر المسلم الآن؟ نعم مسلم الآن المفروض يترك الإسلام. ما يتطبق، ما يتطابق، مو ما يتطبق، ما يتطابق. إسلامك لا يتطابق مع ما تعيشه. عصر الآيباد والآيفون والواتساب، هاي المواقع ما يتطبق، ما يمشي يا أخي. تتزوج البنت بعمر، سؤال، تتزوج بعمر مبكر جدا. طيب أنا عندي سؤال، هل يصلح البنت عمرها 12 13 سنة تصير أم؟ شرفك شرفك. 12 13 سنة تصير أم، هذا صالح؟ أما تستحون، أما تستحون، أما لكم لا مروءة ولا شرف ولا أخلاق. البارحة طلع واحد، أو ذاك مو البارحة، ذاك اليوم طلع واحد يدعي أنه ملحد كريم، يقول هذا كان معمول به بالجاهلية والمفروض محمد يحرمه، مو يمشي عليهم. لا كذاب، ما كان بالجاهلية، ماكو ماكو ما عزز طفله بالجاهلية. كان ينتظرون بنية من تحيض، ووراها ورا ما تحيض أقل شيء 6 شهور سنة يجي واحد يخطبها، تمام؟ وورا ما يخطبها يمكن 6 شهور، يعني تزوج 14 15، صح لو لا كريم؟ 14 15 مش 9. ما في حدا يزوج بنته 9، كذب. بس محمد ودينه، هذا محمد زوج فاطمة يقول في رواية الشيعة 9 سنين، ظلت تبكي من شافت علي، قامت تبكي من شافت علي. ومحمد كمان خافت منه لما دخل عليها عائشة. إيه عائشة قالت لم يرعني إلا رسول الله. ما الحديث واضح، إيه حديث يقول لك خافت من عنده لما دخلت وخذتها، ما بعرف أم مش عارف اسمها، وحطها على رأسها. يقول صحيح مسلم، تعرف شو يقول؟ زفت إليه ولا عاباتها معها، مزعباتها معها، وما تدري وين رايحة، وين ماخذيني؟ قالوا ماخذيك الرسول الله. هي ما أدري رسول الله شنو، وين طفلة ودوها الرسول الله، دخلوا بالغرفة قالوا تفضل يا رسول الله. ما تدري وين موديني، ما تعرف شو الحكاية. ترضوها البناتكم، والنوب ليلة العرس، ليلة الدخلة، خذوها من الأطفال، كانت تلعب مع الأطفال على الأرجوحة، راحوا جابوها، دور عليها من الأطفال وجابوها. الرسول رايدك امشي، ما يجهزها ولا تدري المرأة العروسة تجهز نفسها وعرس عدها وفلان، وما تطلع منتظرة يعني. لا تقول أسلمتني، كنت تلعب بالمرجوحة فصرخت بي، أمي صرخت بي، صرخت بي يعني تعالي شو تسوي مع الأطفال، تعالي هيك. أسلمتني إلى نسوة من الأنصار، أصلحوا من شهني وقالوا بالرفاه والبنين. تقول ولا أدري ما شيء، فمشط شعري وغسل شعري، وما غسل رش علي ماي رش، ولا كن أعلم أي شيء، فدفعني إلى يد رسول الله فأسلمتني إليه، ولم أكن أعلم شيء. هذا الحديث نوع الاعتراض هي بتتكلم بها، إلا المتكلم عائشة بالحديث. إيه كريم صديق، الأسلوب أسلوب النقض، صح؟ الاعتراض هي تتكلم بها. زين شلون تقولون بالغه وراضيه وهي تعترف ان انا ما كنت فاهمه شيء ولا اعرف شيء ولا آل. الحديث هي روته عندما شوي كبرت، صار عمرها 20 او 18 الى 20، لا يعني كان عمرها 15 16 روته شوي كبرت، يعني روته وكتبوا عنها. بما انها هيك فهي تعترض، هي بصيغه الاعتراض صدرت الحديث وليس بطريقة الإصدار، يعني هي تغرب الموضوع، يغرب الموضوع أوكي، بس هي تعترض هنا، تقول ما كنت أعرف شيء، كنت ألعب وكنت فلان هكذا يعني. آه العراقيين هسه يشوفون هذا يطبقونه على الرسول، على 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 المسلمين الآن، أعمال الرسول تطبق على المسلمين الآن،
والسنة كان زمن طويل يحاورون معنا تعبونا. قال أبوي تزوج عائشة بتسعة، قال لك لا أنا ما أؤمن بالبخاري، أبوي حتى بالكافي موجودة، قال لك لا الكافي مو كله صحيح. طيب شو الحال؟ قال لك الحال ممكن يكون 17-16 أي كلام يعني. هكذا. طيب حديث أبو 17 ضعيف يا جماعة، حتى عند الشيعة لم يثبت، قال لك هو هذا، احنا حتى لو ضعيف ناخذ به. كانوا يعني يراوغون، هسه بهاي الفترة بعد ماكو مراوغة، ليش؟ لأن البرلمان العراقي أغره ويريد يزوج بناتهم كمان. الآن سكوت، ولا أحد يراوغ، تقول لك هو النبي. البارحة عباس كان معنا بالحوار، سألناه تزوج طفلة، قال لي عادي شو أسوي؟ لو البرلمان يقبلها وتصير قانونية، أنا ممكن أتزوج طفلة عمرها 9 سنين عادي. تخيل هيك عقليات يعني. دول يدين تجون للبشرية يعني علم وثقافة. ما تدرسونه بالمدارس يا أعزائي المسلمين هو مخالف للعصر، مخالف لتعاليم محمد. يعني أتكلم عن العصر الحديث، العصر الحديث الآن مخالف لتعليم محمد جملة وموضوعا. مسلم يعيش في أمريكا أو كندا أو أوروبا، دول غربية أو شرقية، يعني دول غير إسلامية، حرام غطعا، غطعا حرام، مرتكب ذنب، بما أنه يرتكب ذنب فيرد نار جهنم. حتى لو حطيت لك مسجد، حتى لو درست باقي الدول وحطيت مساجد، ما تفيدك، تدخل جهنم حسب حديث الرسول. لأن الرسول عنده عدة أحاديث في هذا المجال. أولا قال من عاش بين ظهر المشركين فهو منهم، يعني كافر، النقطة الأولى. النقطة الثانية قال من رأى منكم منكرا فليغيره. كيف نغير يا رسول الله؟ قال أولا بيدك، إذا ما استطعت بيدك فبلسانك، لا بمالك، فبمالك، إن لم تستطع فبلسانك، وذلك أضعف الإيمان. شو يعني؟ سلام المسيح. سلام عليكم أخوي الحبيب. يعني إذا دخلت لك أي كاشير، أي محل من المحلات الموجودة بأوروبا أو كندا أو أمريكا، وهذا اللحم بالثلاجة عندهم لحم خنزير، هذا منكر، هاي قرآنية. طيب أنت شو بتسوي هنا؟ لازم تغير المنكر، لازم تقول للمحل أنا مسلم، شيلوا هذا اللحم ذبوا برا، والمحل ما لازم بيع لحوم حرام. ليش؟ لأني أنا مسلم، هذا منكر لازم أغيره. طبعا هذه بالإرشاد، يعني أهل المحل ما راح يقبلون، يقولوا لك لا هذا محل وهذا سنين طويلة يبيع هذا الشيء وكلامك مرفوض، فضل اطلع برا. فأنت لازم تستخدم اليد، بيدك. يعني ممكن تضرب الكاشير بوكسي، يعني على وجهه بيدك، يعني السيف ماكو هسه حاليا. لونك حسين، اهلا وسهلا استاذ حبيبي، ربي يباركك. شو الاخبار حبيبي؟ اهلا بك. فلازم انت تغير، تضرب الكاشير، هاي النقطه. لو انا دكتور بايتر، لحظه اخوي، اهلا وسهلا دكتور. لايت لكريم مش يطلع شعره، وفي دواء كمان للاحول. انت شو انت بس خلي، لا شوف، انا بدنا نحكي بامور تخص بشر وحقوق انسان وحقوق طفوله، وانت جاي تستهزئ. يعني انت مفروض من اكثر الناس عندهم رحمه واخلاق وانسانيه، تتصرف بهذا الشكل؟ هل هذه الصراحه يعني هذا اللي هرب؟ شوف استحى وهرب، من العار ومن المعيب انك تستخدم هذا الاسلوب وهذه الطريقه مع اناس يدافعون عن بناتك وعن شرفك المنتهك والمغتصب. يا انت لبناني، شوف ايران شو مسوي بيك. ايران ضيعت ولدك بالمخدرات، ايران دا تسويكم حمامات دم، ايران دا تسويك شنو؟ دا تسويك عباره عن ساحه حرب بينك وبين اسرائيل، حرب لا ناقة لك بها ولا جمل، حرب لا مصلحة لك فيها أبدا، عار عليك، عيب، ما تستحي. شكرا يا حسوني، كفو. فمسلم إذا عاش بالغرب والغرب يبيعون لحم خنزير فلازم يغير، هذا منكر السير. مو بس خنزير، كل شيء محرم، مشروبات غيره وغيره وغيره، أمور كثيرة يعني. بس خلينا لحم الخنزير لأنه متاح بالمحلات كلها، فالمسلم يشوفه يدخل، فهذا منكر لازم تغيره. اولا بلسانك تقول لهم مثلا، لا لسانك بعدين، اولا بيدك يعني، او النصيحه تقول لهم لا تبيعون، انا مسلم ما ينفع، يحبسونك طبعا، يقول لك لا ما يصير، هو حق هذا، انت ما تاكل غيرك ياكل، ما تشتري لا تشتري تفضل برا، فانت يعني لو تعيش بدون اكل راح تموت طبعا، لان كل المحلات تبيع هيك اشياء يعني.
حتى الهمبرجر وغيره بالشوارع نفس الشيء يبيعونه، حتى الماكدونالدز نفسه، حتى القهوه مال تيم هورتن يحطون بها ايضا دين الخنزير وغيره. فانت بعد ما لك عيشه هناك يعني، هاي واحده منهم لازم تغير يعني، لازم تقول تغير بيدك، بيدك يعني ممكن تضرب الكاشير بوكس يعني، ومن الصبح يعني صباح الخير تجي لبوكس بوجهك ليش تبيع لحم خنزير؟ عشان يحبسونك يحرقون والدي والديك بالغرب، لان يعني حديث الرسول تطبق الحديث ولا لا؟ نتكلم عن الحديث، من راى منكم منكرا فليغيره، امر لازم تغير المنكر، والمنكر هو لحم الخنزير والمشروبات وغيرها المحرمات يعني، اي شيء حرام هو منكر، الله نكره يعني، الله لم يغره. فيقول لك اذا ما قدرت بايدك في حال ثاني قال لك باموالك. باموالك شو يعني؟ يعني ممكن تستخدم جماعه ارهابيه تدفع لهم مبلغ فلوس وتقول لهم فجروا نفسكم بهذا المحل. وبهذه الطريقه كمان محل محلين ثلاث اربع محلات كثير راح يحبسونك، راح يمسكونك بالمحل الاول اذا مسكوك والثاني مسكونك وراح يحبسونك وتموت بالسجن يعني. طيب الطريقه الثالثه خلينا نطبقها، الطريقه الثالثه هي الشتيمه بلسانك. انك تشتمهم يعني، تدخل عليهم تقول لهم يا عباد الصليب، يا ايها اليهود، يا الصهاينه الزنادقه، بالمحل الصيح يعني، عشان يشتكون على البوليس، خبر البوليس يجي هناك يلفك وياخذك. كريم شوف هذا الفيديو بشرفك، شوف هذا الفيديو اللي اعطيته لبنيه، تعرف هاي البنت ذاك محاولتها؟ صحيحه اسمه هذا المصنف، مو على كيفك، مو على كيفك، قال فضربها عمر حتى قال فش هذا تعامل عمر مع النسوان في ذلك الوقت. شوف التعامل يعني، حتى بارك على نفس هالكلام قدامك، ليش؟ لان لابسه حجاب، قال تجاري وكان يضرب فيها حد ما بارد. هذا دين، هذا دين، وهذا كتاب مصنف عبد الرزاق. انت تدري متى تكون شاطر حسين؟ اوكي اقلب الكاميرا، قبل الكاميرا بس هذا النص خذيه. مره ابن عمر على قوم، بس هذا الحديث، يبتاعون جاري دين، هذه يتاجرون بالبشر. فلما رأوه وهم يقلبونها، ركز فامسكوا عن ذلك. فجاء ابن عمر فكشف عن ساقها ثم دفع في صدرها وقال اشتروا، رقية هي شرفت بطيخة. قال معمر واخبرني يعني، والله كريم هذا انا ناشره بالستوريز فيطلع للناس ما يعرفون من الصفحة. شوف هذا ايش كاتب لي، يقول انتم ما عندكم صحيح، دينكم مصنوع من المفيد والطوسي وهيك. عبالي شيعي. هاي بالستوريز ما يعرفون ما يقدرون يعرفوك بسرعه، فاهم علي؟ يطلع له صدفه بالستوري باليوتيوب، فاهم علي؟ بعرف ايه. اي. هاي نشرت فيديوها، شفته ايش قد قوي؟ شوفه. هو شفته امبارح، شفته كله بالخمسين دقيقة. ايه لا مو خمسين، شفت هاي الحوار مع لا لا شفت الفيديو كامل. يلا حبايب كبس، لا شفت الستوري حبايب كبسوا على الشاشة وشاركونا الحلقة مع الآخرين رجاء. أقول لك مرات خوش صيدات بالقيس الخارجي صح؟ ايه صيدات حلوة القيس الخارجي حلو. يلا حبايب كبسوا اخواني كبسوا، يلا والاخوان شاركوا معنا اخوتي المسيحيين والمسلمين، اذا عندكم اي سؤال، هل الإسلام يتواكب مع العصر الحديث؟ العصر الحديث بطيارات، بسيارات، آيباد، آيفون، أسماء مختلفة لأمور وتكنولوجيا كثيرة، الإسلام لا يوفق لا جملة ولا موضوعا. العصر الحديث حل مشكلة، حل مشكلة للمسلمين، وهذه النقطة يعني استفاد منها المسلمين واستفاد منها البنات. أكثر شيء البنات استفادت من هذا الموضوع، وهي فتوى للشيخ العريفي في بنت اتصلت بي التليفون وسألت، قالت لي يا فضيلة الشيخ، قالها نعم، قالت لي أنا إذا جتني يعني حائض أو الدورة الشهرية يسمونها أو شيء، هل ممكن أني أقرأ قرآن؟ قالها لا، لا يجوز تلمسين المصحف بإيدي، لأن المصحف طاهر وأنت نجس أو ما بعرف إيش هو الكلام يعني. قالت لي طيب يا فضيلة الشيخ أنا عندي دروس ماذا أعمل؟ قالها يمكنك استخدام المصحف في الموبايل. قالت لي مش مشكلة؟ قال لا مش مشكلة، لأن هذا موبايل مالنا ما هو مشكلة، بس المصحف الورقي ممنوع تلمسينه بيدك، بس بالموبايل عادي. فحل مشكلة، الحمد لله الآيفون يعني حل لكم مشكلة أنكم تقرون القرآن من خلال الآيفون بعد ما تلمسون. صدقني أمر مضحك يعني، ما بعرف خذ وعار. قال لك شغلة كريم من محمد الصدر،
شو يقول بقضية معينة؟ يقول دول العصر الحديث يقول اي لقيت لك كلمة هذه، منهاج الصالح، منهج الصالحين كتاب النكاح صفحة 137 اخواني كبسوا، هذا لمحمد الصدر. تمام، في يقول شوف اقرا وانت اشرح لي. قال هذا مضافا الى السيرة لدى اولاد المعصومين عليه السلام واصحابهم والمتشرعة، المتشرعة يعني الشيوخ ماتهم، في كل جيل، فإنه كانوا يزوجون بعمر 9 سنين، فإنها قائمة بلا إشكال على الزواج المبكر مهما أمكن، حتى ركز كريم، حط نقطة يقول حتى حصلت في القرن الأخير، هو طبعا بالتسعينات كان يحكي على القرن، قال حتى حصلت في القرن الأخير بعض الملابسات التي غيرته، ولا زال كثير من المتشرعة ملتزمون به، بل تعم الذكور والإناث، ولا داعي للقلق برزقهم وكيف يأكلون أو تمنعهم الدراسة أو العمل عن الزواج المبكر، بل عليهم تطبيق سنة نبي الله صلى الله عليه وآله. يعني قصد من جت أمريكا وبريطانيا وفرنسا بالعصر الحديث، بالعصر الحديث منعوا زواج الأطفال، وما زال بعض العلماء ملتزمين به، وهو يوصي يا أيها الناس ما لكم دعوة بهالكلام، اتبعوا سنة النبي ونكحوا أطفال. هذا معنى الكلام كله، هذا معناه كله هيك هيك. شنو قصد الملابسات بالعصر الحديث؟ ملابسات الدول اللي حرمت الرقيق وحرمت العبيد وحرمت بيع البشر، هذا بيع البشر حسين، هو مش زواج، هذا هو من ضمن بيع البشر، هذا يعامل الآن بالملفات الأجنبية من ضمن من أنواع بيع البشر. خليني أسألك سؤال وأنت راح تجاوبني، هل البنت الصغيرة لها إذن بالزواج ولا ليس لها إذن؟ لا ليس لها إذن، خلاص يعني هي مش عارفة، يعني هي ما اختارت زوج، مبيوعة، هي مبيوعة، يعني مبيوعة. هي باعوها على رجل تاجر يأخذها شو يدي يسوي كيفها، الإذن للأب. وحدنا احنا بالشرق الأوسط معروفة المخدرات، يعني إذا الأب كان مخدرات شيء شو بيسوي؟ يبيع بنته، يبيع بنته وبيع شرفه، بيع مخدراته، وما عنده يعني كل شيء ماكو، وممكن يعمل أي شيء على فكرة. يبيع بنته يقول لك أنا شهرين ثلاثة أشرب بيها مخدرات. هذا نفس الشيء، هذا محمد الصدر منهج الصالحين، نفس الكتاب خلينا نقرأه. نعم، هذا منهج الصالحين، شوف أخ كريم، نأتي إلى شوف في كتاب النكاح في المقدمات، شوف شي يقول، خلنا واريك بالضبط، هشوف هل هذا طابق الواقع، هذا منهج الصالح. تمام، هذا على الشاشة كتاب محمد الصدر، يقول القسم الأول، قال العقد، القسم الأول قراها، العقد، قال ويراد به إنشاء الزوجية بالإيجاب والقبول وبالعقد، وهو يكون بين الزوج والزوجة، ويقسم إلى قسمين، المنقطع وهو الدائم، وهو الزواج الدائم، والمنقطع وهو المتعة المؤقتة. وهذا يتم حتى لو كان في عمر 9 سنين. الثاني كريم، اقرأ القسم الثاني، ايش كاتب تشوفها؟ لا معكوسة الكتابة، معكوسة، معكوسة، ملك اليمين، ملك اليمين، أوكي، وضحت؟ بس يعني هي معكوسة، ملك اليمين يعني، قال ملك اليمين يعني استحلال نكاح المرأة المملوكة بالشراء، بالشراء، حلوة، بالشراء. قال وهذه شنو؟ كمل كريم، فإن الأمة، ما أقدر أكمل، الشاشة مقلوبة عندك، يا فإن الأمة المملوكة كما تحل له تحل على مالكها، تحل أيضا على من يزوجها عليه المالك، يعني يزوجوها اثنين سوا، مش عب مالك كمان، مالك، لا هو مالك، المالك المشتريها يقدر هو ينام وياها ويزوجها العبد آخر، وحتى لو زوجها الواحد بما أنه مالكها يصير ينكحها ويشاركها ويرجلها ويقدر يبيعها، هو يبيعها
وذام زوجة، وقال وتحل لمن يهبه لها مع إمكانية وجود لها زوج. واو، يعني يجي صديقة. اي الان هو مالكها. شوف هاي المشكله وين، ملك اليمين هو يتكلم هنا. هذا محمد الصدر، هاي كتابه بالبغى بالعراق يدرس ابو مقتدى. ابو مقتدى الصدر هذا، هذا ابو مقتدى الصدر. تمام هذا ابو رئيس، ابو رئيس الدوله اعتقد، مش عارف شو مقتدى. يحلها له وان امكن لها زوج، يحلها لصاحبه واللي يجي ضيف. يعني يروح يودع اذا هو قاعد ويا اصحابه، يودع عليها لزوجه، هيو جيب مرتك خلينا ويا هذا، يلا اعطيها لذاك، يلا خذها نص ساعه. عبد، لان هذا عبد. هو هنا بيتكلم على مساله العبوديه، انك اذا اشتريت لك امراه طفله او كبيره او اي شيء، يعني اشتريت لك امراه، اشتريتها لك، هي ملك اليمين، ملك اليمين ليست زوجه، انت ما تزوجتها، انت تشتريها تمارس معها الجنس. اشتريتها وبدأت تمارس معها الجنس مرتين ثلاث اربع عشرة، خلاص تعبت يعني، او بعد الموضوع صار متعب او قديم يعني. فانت تريد تعطيها للعبد اللي عندك هو يخدم، انت عندك عبد يخدم في بيتك. هذا العبد لو راح تزوج، واحنا من برا حرة ما يزوجونه، هو عبد لازم يتزوج عبده، والعبد مملوكة، مش معناتها سودة، معناتها مملوكة. فهنا ماكو مملوكة، والعبد منين يشتري؟ وخادم، هو ياكل ويشرب بس بالبيت، وممنوع يطلع برا اصلا، منين فلوسه؟ فانت شو بتسوي؟ تعطيها للعبد مالتك، اذا عنده فلوس تبيعها عليه يبيع، واذا كان خدوم يعني يخدم عندك تعطيها له. في نفس الوقت العبد لما اعطيتها له صارت حلال العبد، العبد يمارس معها الجنس. انت هي تبغى على حليتك عليها، متى ما تريد تاخذها. لا لا كريم، مو تاخذ، يقدر ينكحها ويردها بنفس اللحظه. اي تاخذها وترجعها، انت ما تاخذها لك لان تعطيتها، انا فاهم. تاخذها يعني تنام معها وترجعها لعبدها. وتقدر تعطيها للي يجي ضيف. اي بعد مو هي صارت ملكيه. يحلها كريم لمن شاء، لمن شاء مالكها في اي وقت. شرفكم هذا الدين. شو يعني انا ممكن اقول شو فرق بين الدعاره؟ في فرق كبير جدا بين الدعاره، ما يعملون هيك بالدعاره، ما اعتقد بهيك اشياء. بس شو الفرق عن بيت الدعاره؟ لا هو يعني تشريع، هذا تشريع لدعاره جديده غير اللي معروفه بالعالم. مو عيب عليكم؟ ابو مقتدى الصدر، هذا كتاب ابو مقتدى الصدر، محمد صدر الصدر. هو مستنتج باب كامل كريم، الايه والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم. تفسير الشيعي يقول لك نزلت يوم اوطاس، تمام؟ نفس الشيء. حليتها العامه يقول لك هي اي واحد عنده مملوكه شنو يجوز ان ينكحها باي لحظه وياخذها من عبدها حتى لو مزوجها له، لانها ملك يمين. هذا دين قدروا تطبقوها اليوم؟ هو هذا الشرع؟ هو هذا دين شرف؟ هذا دين اخلاق؟ كيف نقدر نطبق هذه الامور واقعا؟ ما بعرف، ما عندنا اعلانات ولا لا؟ انا كلمت المخرج منتظر يرد علي. في اعلانات؟ يا ريت تقولون لنا في اعلانات. شباب دعم دعم، وصلنا 100,000 تكبيسه. دعم حبايبي، وشاركوا البث، ودعم الصفحات ايضا لا تنحظر، وتابعوا حواراتنا بالليل. عندنا الليل حوارات، امبارح عندي حوار طول 4 ساعات وكان حوار مفيد وحلو. تابعوا هالحوارات على صفحاتنا، تابعوا خسين، تابعوني، تابعوا قناه العراميه الاولى والثانيه. خلينا ناخذ الاعلانات اللي برامج المستقبليه اللي هي تبدا من يوم الغد، يوم الثلاثاء 27 أغسطس/2024. البرنامج اللي ياتيكم غدا الحكم بعد المداوله، السكينة المسيح. هذا البرنامج يأتيكم يوم الثلاث 27 أغسطس/2024 على التيك توك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى. تعال وأنظر الأسير مع الله، السير مع الله. تعال وأنظر السير مع الله. تقديم هذا البرنامج من الدكتور الغس نزار شاهين والغس ثابت مجلي. هذا البرنامج يأتيكم يوم الثلاث 27 أغسطس/2024 على التيك توك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى. البرنامج اللي بعده يسوع أم محمد، مملكة النور ومملكة الظلمة.
هذا البرنامج يأتيكم من إعداد أخونا أبو أحمد وتقديم الغس ثابت مجلي يوم الأربعاء 28 أغسطس آب 2024 على التيك توك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى أيضا. البرنامج اللي بعد الإسلام السياسي، هل حقا الإسلام أسرع الأديان نموا؟ هذا البرنامج يأتيكم يوم الخميس 29 أغسطس آب 2024 على التيك توك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى أيضا. لماذا يرفض المسيحي الإسلام؟ هذا البرنامج من برنامج المرأة وأحكام القرآن. هذا البرنامج يأتيكم يوم الجمعة 30 أغسطس آب 2024 على التيك توك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى أيضا. برنامجي اللي هو أيضا يوم الجمعة ما بين الشريعة والنعمة، وراح نتكلم على شريعة الحياة وشريعة الموت. هذا البرنامج مع غس ثابت مجلي، نقدم لكم من استديوهات قناة الآرامية يوم الجمعة بإذن الرب يسوع المسيح 30 أغسطس آب 2024 على التيك توك هنا وعلى مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى. الآن احنا في برنامجنا هو الحوار العقلاني والإسلام والعصر الحديث، في صارنا تقريبا 45 دقيقة معكم في هذا البث، وقدمنا لكم بعض الحقائق من تكفير العلماء وأيضا العصر الحديث لا يواكب الإسلام، وهذه المواضيع اللي تناقشنا بها معكم. كنا منتظرين أيضا مشاركاتكم وتكبيسكم ومشاركات الحلقة أيضا مع الآخرين ودعوة الآخرين أيضا مهمة جدا. تابعوا قناة الآرامية الأولى أيضا وقناة الآرامية الثانية ABN SAT. إذا كتبت ABN SAT في كل برامج، في كل خانة البحث، في كل برامج، يعني في التيك توك، في الفيسبوك، في اليوتيوب، حتى في التليجرام والإنستغرام وأي مكان، إذا تكتب ABN SAT تطلع القناة الآرامية الأولى والثانية. يمكنك تتابع صفحات قناة الآرامية. قناة الآرامية هي قناة عالمية موجودة على السوشيال ميديا وموجودة على البلاتفورمات اللي تستعمل الإنترنت بدون دش، موجودة تطبيق الآرامية. إذا كتبت أيضا لتطبيق الآرامية لكي تنزل على هاي البلاتفورمات اللي عندك مثل تلفزيون سمارت تي في أو آيباد أو أندرويد أو آيفون، نحن بنتكلم على العصر الحديث، فالآرامية عندها تطبيق أيضا، يمكنك مشاهدة قناة الآرامية من خلال التي في تلفزيون أو موبايل أو لابتوب أو يعني أجهزة حديثة يعني كثيرة جدا ممكن تستطيع تشاهد قناة الآرامية. كل اللي عليك أنك تنزل تطبيق قناة الآرامية. تطبيق قناة الآرامية اسمه ABN SAT اللي موجود أمامكم، ABN SAT. هذا متوفر للأندرويد ومتوفر للآي أو إس اللي هو الآيفون، متوفر على البلاتفورمات اللي هي الصغيرة هذه اللي يحطونها تحت التلفزيون اللي بدون ديش تشتغل على الإنترنت. أعتقد كلنا نستخدم هذه الأمور الآن، لأن ديش الآن بعد ما له وقت يعني ما له لازمة. أيوة، فتنزل تطبيق هذه الآرامية إذا كان جهازك أندرويد تستطيع تنزل التطبيق، وإذا كان جهازك آي أو إس أيضا تستطيع تنزل التطبيق. طيب بإضافة على الموبايلات أيضا، على اللابتوب أيضا، على منصات كثيرة تستطيع تنزل تطبيق قناة الآرامية وتشاهد قناة الآرامية اللايف. البرامج اللي تطلع على تيك توك ممكن تشاهد هذه البرامج، اللي تطلع على الفيسبوك ممكن تشاهد. تحب أيضا تشاهد على الفيسبوك، في إمكانية تشاهد على الفيسبوك، على تويتر، على اليوتيوب، على التيك توك ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى. إذن قناة الآرامية هي قناة عالمية موجودة في كل مكان في آن واحد. قناة الآرامية تخدم الرب يسوع المسيح ب14 لغة، لها أكثر من 200 خادم أونلاين موجودين يوميا بلغات مختلفة، بلغات المختلفة أكثر من 200 خادم موجودين يوميا يخدمون الرب يسوع المسيح ويوصلون كلمة الرب يسوع المسيح إلى كل العالم. مثل ما موجود الآن برنامج عربي وأنتم تسمعون هذا البرنامج باللغة العربية، الآن لقناة الهند، لأن ABN إنديا عندنا برنامج قناة هندية في قناة الآرامية أو من شجرة قناة الآرامية. الآن الجماعة الهنود يناقشون أيضا مع الهنود بلغتهم، الصين نفس الشيء، الأكراد نفس الشيء، الإيرانيين نفس الشيء. ففي برامج لايف موجودة وبرامج مسجلة موجودة تناقش هذه الأفكار وتوصل كلمة الرب يسوع المسيح. قناة الآرامية تم إنشاءها تقريبا 28 سنة، هي تخدم الرب يسوع المسيح، كانت بلغة واحدة، تطورت وصلت إلى 14 لغة حاليا ولغات عالمية وموجودة على كل منصات التواصل الاجتماعي. أعزائي المشاهدين، مهم جدا نعرف أن قناة الآرامية
كل قناة الآرامية وكل خدام قناة الآرامية وكل خدمات الآرامية اللي موجودة من كاميرات ومن استديوهات ومن منصات ومن هذه الموضوع كله، كل هذا هو من دعم المشاهدين المتبرعين فقط، لأن قناة الآرامية ما بتأخذ معاش من أي حكومة، ما تدعمها أي سياسة، وهي غير مؤيدة للسياسات، هي تتكلم بالمسيحية والإيمان المسيحي ووصية الرب يسوع المسيح. قناة الآرامية لأنها توسعت، كل ما تتوسع تصير مصاريفها أكثر، والخدمة طبعا تتوسع والنفوس تكثر، هذا طبيعي، ولكن خدمات أيضا كل ما تكثر الخدمات تكثر أيضا المبالغ المالية اللي تصرفها قناة الآرامية. فمن خلال هذا اللايف وعددنا حلو باللايف، نناشدكم أنكم تشتركون في الدعم الشهري لقناة الآرامية. هذا الويب سايت اللي يطلع على الشاشة www.abngive.com. خلي هذا السكرين شوت عندك، خذ سكرين شوت خليه عندك على الموبايل يفيدك. هسه اقول لك يفيدك كيف. هذا الويب سايت اذا الرب كلمك، تكلمت مع الرب، صليت، طلبت من الرب، الرب يكلمك، اكيد الرب راح يكلمك، لان الرب مع قناة الآرامية من اول يوم لحد الان، وانا صار لي يعني تشرفت بالخدمة من الآرامية من 2016 يعني. وانا عرفت الرب يسوع المسيح من خلال قناة الآرامية ومن خلال الخدام اللي بالآرامية، اساسا هم البذرة الاولى لما عرفت المسيحية وغيابتي للمسيحية، وأنا ذاك الوقت يعني كنت في إيران. فقناة الآرامية هي قناة تبشيرية توصل كلمة الرب يسوع المسيح، محتاجة دعمكم الآن. تكلمتكم على خدمات الآرامية، طبعاً ما بعرف كل الخدمات، أنا يعني آسف، لأن دكتور باسم هو ضليع بهذه المواضيع، والنافذة 40 و10 على 40، وما بعرف كيف وكيف توصل ومتى توصل، وهذه أنا ما بعرفها، بس أنا الأمور البسيطة اللي خدمت بالآرامية وعرفتها منها، وهذه الأمور هي اللي موجودة على الشاشة طلعت لكم. فالدعم الشهري مهم جدا، احنا محتاجينك تشارك معنا في الدعم الشهري. هذا الويب سايت إذا دخلت على هذا الويب سايت www.give.com تطلع لك خانة كم دولار تتبرع، 10 20 50 100 200 300 إلى ما ذلك يعني. فاختار المبلغ المناسب لك اللي تستطيع تدعم بقناة الآرامية، في تبرع أسبوعي، في تبرع شهري، في تبرع سنوي، في تبرع لمرة واحدة. مهم جدا نشترك، احنا مسيحيين، احنا الرب يسوع المسيح قال انتم نور العالم، العالم مظلم الان، زواج اطفال من مكان، قتل من مكان، اضطهاد من مكان، اعدام، حكم الاعدام على ليبيين عابرين، حكم الاعدام موت، حكمتهم بالاعدام، ست ليبيين لان تركوا الاسلام وصاروا مسيحيين، من جهات كثيره جدا، حزب الله من جهه، ما بعرفها من جهه. احنا نور العالم، لازم نوصل كلمة الرب يسوع المسيح. لا اقول لعل وعسى، لا، انا اقول تأكيد، لان الان قناة الآرامية تنقذ نفوس، وعندنا برنامج الاختبارات كل اسبوع يحكينا اختبار، اقل شيء اختبار كل اسبوع يعني. فقناة الآرامية لا اقول لعل وعسى تنقذ شخص، لا، بالفعل تنقذ اشخاص من هذه المملكة، لكي لا يكونون لمملكة الشيطان، ليس فقط يؤذون انفسهم ويروحون الى جحيم ابدي، لا، بل يؤذون الاخرين بالقتل والتدمير وهذه الامور. واحنا الرب يسوع المسيح دعانا دعاة سلام، فاحنا مهم جدا، هذه خدمتنا كلنا كمسيحيين، رجاء محبة نشترك في هذه الخدمة ولو باي مبلغ الرب يضع على قلبك. اذا دخلت الويب سايت راح تفهم، في الويب سايت ارجوك انك تدخل على الويب سايت اللي تطلع على الشاشة، راح تشوف في دعم بسيط جدا تستطيع تشترك به، طبيعي تستطيع تشترك به، وتجيك رسالة شهرية تشكرك وتعطيك الأخبار اللي موجودة أيضا. فالرب يبارك حياتكم، ما موصيكم أنكم دعم الآرامية مهم جدا جدا، لأن خدمة الرب يعني نسعى أن تتوسع ولا تقل، احنا ما نريد نغلل من البرامج العدل، نريد نوسعها أكثر، والمادة طبعا هي تتحكم في كل شيء، وانتم عارفين نستخدم المادة لإيصال كلمة الرب يسوع المسيح وليس أجر لكي نوصل، لأن الرب يقول أخذتم مجاناً أعطم مجاناً، رسالة المسيح مجانية، ولكن عندما توصل للعالم طريق الإيصال راح يكلفنا، وهذا التكليف مش كثير على الرب يسوع المسيح، لأن كل خيراتنا من الرب، بيوتنا، عائلاتنا، أولادنا، مالنا، حلالنا، كله للرب. إذا خدمنا الرب مبلغ قليل واشتركنا في هذه الخدمة نستطيع نستمر معكم لسنين طويلة، ونشكر الرب قناة الآرامية استمرت 18 سنة وراح تستمر أكثر وأكثر وأكثر بعون الرب يسوع المسيح وهمتكم إخواني وأخواتي المسيحيين. الرب يبارك حياتكم ويعطيكم الصحة والسلام. أعتقد معنا اتصال من الآرامية نفسها. سلام المسيح لكم عزيزي أخ كريم وعزيزي أخ حسين.
مدير قناة الأهرامية كيف حالك؟ الرب يبارككم، أنا خادمكم، أنا مو مدير، أنا خادمكم وخادم كل الخدام اللي تخدمون بالأهرامية. أولا أنا عندي نقطتين أريد أحكيها. أريد أشجع المشاهدين بس مو أشجعهم حتى يدعمون الأهرامية. أشكرك من أخ كريم على قلبك وعلى صراحتك وعلى محبتك على الخدمة، بس أنا مقهور عليكم وأنا أريد أتكلم أنطي تشجيع حتى المشاهد يدعم كريم ويدعم حسين العراقي. ليش؟ هسه راح أقول لكم ليش تدعمون ذول الاثنين. مو لأنه هم دائما في الخطوط الأمامية، يا جماعة خلينا نكون صريحين، أوكي؟ هسه أكو عندنا 182 واحد جاي تشاهدون كريم وحسين، أوكي؟ لكن من مجموع 182 واحد ربما 20 أو 30 فقط يعني عندهم شجاعة وما يخافون، لكن البقية بقية أنتو أوكي حتى تخافون أن يذكر اسمكم أو صورتكم على الشاشة. بينما أشوف هذول الأبطال الاثنين، ومع العلم هذول هم يعني عابرين، يعني مو متربين في بيئة مسيحية أو من والدين أو عائلة مسيحية. بس النقطة اللي أريد أشجعكم بها ليش تتبرعون الآن إلى ذول الأبطال الاثنين، بصراحة أقول لكم يعني أكو عندنا أبطال هواية بس ما الحسين والكريم مثل حسين والكريم ما عندنا، وأنتوا تعرفون على الحقيقة وأنتوا تقولون تمام كل كلام كل هذا كلامك تمام صح. ذول الاثنين هم يعني مثل ما نقول بالعراقي فلتة، ماكو مثلهم. هسه أنا أريد أقول ليش لازم تشجعون كريم وحسين وشهريا أوكي إذا مو أسبوعيا. It doesn't matter إذا تنطي 100 أو 50 أو حتى 20 دولار بالسبوع، هم ما يخالف لكل واحد من عندهم. هسه راح أقول لكم ليش. مثل ما قال الأخ كريم الآن قبل شوية، قال أنه يعني الأهرامية دائما في حالة توسع، والهدف شنو؟ أنه توصيل رسالة المسيح، وثانيا إنقاذ الملايين من إخواننا وأخواتنا المسلمين والمسلمات من نهر جهنم إلى الملكوت. هذا هاي أبوها وحيومة. لكن شنو القصة؟ لما قال أخ كريم أنه توسع، ربما أخ كريم يعني هو دي يحكي بصورة عامة، وفعلا بصورة عامة أكو توسع أسبوعيا أو شهريا، لكن هسه أريد أقول فشي يعني حتى تقتنع به، أنه لما تزرع في هذا الكرم أنت ما جاي تضيع فلوسك. هسه أجيب لك مثال. إحنا أكو عندنا أكثر من 12 قناة مباشر، هاي واحدة بلغات مختلفة، بس وين الخبر الزين؟ أنه يعني اليوم أنا كنت بالعرامية واجتمعنا وإلى آخره. المهم من مو الأسبوع القادم، الأسبوع اللي وراء راح تشوف أنه راح نبدي يعني في كل قناة، أو عفوا في كل يوم، في كل يوم راح تشوف 3 برامج تبث في نفس الوقت. راح أعيد مرة ثانية، في نفس الوقت في نفس اليوم من نفس شبكة البث الأهرامي راح تبدون تشوفون 3 برامج مباشر على الهواء وعلى الستريم يارد وعلى قنوات الأهرامية وعلى التيك توك وعلى الفيسبوك وعلى اليوتيوب. أوكي شلون؟ من مو هذا الأسبوع الجاي، الأسبوع القادم راح نبدي، لأنه الخدام كثيرين، توسع الإقبال كبير، والعالم بالشرق الأوسط وبأوروبا وأستراليا أكو تقبل هواية. فسوينا راح نبث 3 برامج في آن واحد، أو برنامجين في آن واحد. شلون؟ أنه واحد من عندهم راح يكون من الاستوديو، بث مباشر من الاستوديو، يعني نكون 7-8 ومرنم وإلى آخره. هذا الأول في نفس الوقت. ثانيا برنامج آخر مثل هذا البرنامج اللي هسه جاي تشاهدوه هو إسلاميات، مثلا أخ كريم وأخ حسين. سو إحنا راح نكون من الاستوديو
ترانيم وتسابيح باللغة العربية في على الفيسبوك ويوتيوب وقناة وهكذا، هم ذول اثنين. ثالث قناة راح تكون باللغة الإنجليزية أيضا في نفس الوقت في نفس الساعة من نفس الأرامية، راح تشوف أنه أكو عندنا خدام باللغة الإنجليزية يتكلمون بالإسلاميات أو بالمسيحيات. سو بالنسبة العربي راح يكونون اثنين بالعربي بس، واحد أحد برامج راح يكون بالإسلاميات مثل أخ كريم، لكن البرنامج الثاني راح يكون فقط روحانيات، يعني كتاب مقدس، ترانيم، تسابيح، صلوات. أهم شيء أنه ذيس هالثلاث شوات راح تكون في نفس اللحظة، كأنه من ثلاث استوديوهات إلى ثلاث مجاميع. الأمريكان يشاهدون القناة الإنجليزية مباشرة ويتصلون مباشر، وهكذا أخ كريم وأخ حسين مباشر باللغة العربية لكن برنامج إسلامي، والبقية الآخرين خدام الآخرين من الاستوديو مباشر في نفس الساعة في نفس اليوم. أوكي، ونستلم خطوط منك، يعني إذا أنا موجود بالاستوديو راح أقول أعزائي المشاهدين لا تنسون أكو عندنا برنامجين، واحد الأخ كريم وأخ حسين في كذا قناة وكذا فيسبوك وكذا يوتيوب، وإذا تريدون بالإنجليزي تروحون على القناة مثلا ABN SAT 1 وتروحوا تشوفون هناك كذا كذا كذا. هذه ال 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 الأفكار الجديدة وهذا البث المتشعب والمتطور. ما يستاهلون هذول اللي جاي يقدمون أن تعينوهم؟ ما يستاهلون؟ ما يستحق كريم وحسين العراقي شوية دعم، شوية صلوات؟ يعني إلى أي مدى نبقى نطلب؟ هسا بطلع، احنا ما جاي نطلب لنا للعرامية، أنا جاي أطلب إلى خدام العرامية، وهذول اثنين نموذج. إذا هذول ما تنطون إلى عاد إشلون يعني؟ بس تريد تسمع وتفرح وتتعلم وأنت أبدا ما تتحرك من يمك؟ مو هذول يردون يعيشون؟ هذول مو يعني على الخطوط الأمامية؟ شون بالجبهات، بحرب العراق غير إيرانية، في أي لحظة هم حياتهم في خطر؟ يعني حاشاهم بعد ما ينضربون راح تقول أوه يا ريت ندعمتهم وقتها. So اللي أرجوه من عندكم رجاء، كل واحد من عندكم، أنتوا هسه حالياً 176 واحد، أوكي؟ إذا كل واحد من عندكم أسبوعياً ينطي فت $25 إلى حسين، $25 أسبوعياً إلى كريم، أنا واثق أنه راح يشجعون وراح يشتغلون بعد أعمق ويعني يضحون بحياتهم أكثر وأكثر، وده تشوفون شلون ده يستخدمهم الرب، ده تشوفون كلامهم. وين تسمع هيجي كلام بأي قناة أخرى بأي دولة أخرى؟ So أنا أديت واجبي، أنا اللي علي، أنا دحرجت الحجر، أنا راح أتوكل بالرب أنه المسيح هو راح يطلعك مثل ما قال لعازر هلم خارجه. أشكرك أخويا كريم، أشكرك أخويا حسين، والرب يبارككم كلكم أنتم المشاهدين وكلكم أنتم الذين تدعمون ذول الاثنين. أما إذا تريد شلون اتصل الآن بالتيك توك بالفيسبوك باليوتيوب، أكو عندك عناوينهم، نعطيك أرقامهم، نعطيك إيميلات مالتهم حتى يكون اتصال مباشر بهم. أنا أشكركم عزيزي، سوري أنا طولت عليكم أخويا حسين وأخويا كريم. شكرا دكتور، ربي يبارك حياتك. شكرا جزيلا دكتور باسم واخوي حسين، احنا حلقتنا وصلت للنهايه، وصل عند النت. اي وصلت حلقتنا للنهايه، اذا عندك مداخله اخيره او رساله اخيره اخوي حسين تفضل. مداخلتي الاخيره اخوان واخوات، لو طبقنا نكاح القاصرات وقطع اليد والجلد والرجم، اول ما يطبق هذا في الواقع سيقوم المسلمين على سادتهم وحكوماتهم ويسقطون الأنظمة، لأن الناس لا تحتمل مثل هكذا تطبيقات لأحكام باطلة فاشية قد ولى عليها الدهر وأكل. والدليل
عندما أرادوا أن يطبقوا عليهم تلك الأحكام هربوا إلى أوروبا. فلم نرى السوريين رحبوا في دولة الخلافة، بل حاربوها وقتل بعضهم بعضا. ولم نرى العراقيين قبلوا بذلك، بل وحتى السنة أنفسهم أنشأوا فصائل لحرب تنظيم الدولة. وفي ليبيا لم يقبلوا بذلك، في كل البلاد الإسلامية لا يقبلون أن تطبق تلك الأحكام عليهم. فلو كانت إلهية لكانت شريعة وسطة أرضت الناس، ولكنها لم ترضي الناس ولم يقبل بها أحد. لماذا؟ ليس لأن الناس لا تريد حق أو لا، لا ليس هذه القضية معي، لا، بل إن هذه الشرائع كلها عبارة عن دموية وإرهاب وإجرام، تهتم لمصالح أفكار شيطانية وليس لمصالح البشر. الإسلام لا يكترث لمصالح الناس، إنما يكترث للشر الذي يريده الشيطان ويريده منفذ ذلك الرجل. الإسلام عبارة عن فكر شخص صنع من عنده دين قبل 1400 سنة، وليس فكر سماوي ولا فكر إلهي. لذلك أفكار ذلك الشخص لا يمكن أن تطبق في العصر الحالي. أدعوكم أن تفكروا وتبحثوا وتتركوا هذا الدين الشيطاني الباطل وتتجهوا نحو الحق. شكرا لكم والرب يبارك حياتكم. شكرا لك أخوي حسين، وشكرا لجميع السادة المشاهدين. الرب يبارك حياتكم ويعطيكم الصحة والسلامة، وانتظرونا في حلقات قادمة، والرب معكم.